بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. أليس من حق الجماهير والمجتمع أن ينعم بشيء من الهدوء والمتعة كسائر العالم؟ إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من ملك وكتابة، هي الحلقة 527، حلقة الخميس، ونأمل أن تنعموا معنا بشيء من الراحة. يعني العالم كله بيمارس الرياضة من أجل هدف جميل وسامي، متعة، تنافس وتبقى مشدود وكل حاجة، لكن بشيء من الرقي والنبل. إحنا بنمارسها بشيء من تغذية الكراهية والتعصب والتحايل. التحايل الذي أصبح مدرسة ما احناش عارفين تأثيرها على الجيل القادم هيكون عامل إزاي. نتمنى حلقة النهاردة تستكشف معاكم الكثير من هذه الجوانب. احنا ليه كده وازاي ما نبقاش كده؟ عموما هي حلقة مهمة فيها خمسة عناوين. ودائما في الخير يا أهلي، خطوة حاسمة في مشوار البطولة. العين بالعين، بس هي فين العين أصلا؟ شفت ازاي الاهلي بيكسب بالحكام؟ واخيرا مفاجاه، الاهلي ليس بطلا للدوري. قبل ما ندخل في المحتوى، خلينا نبارك لرجال كره الطايره. الحقيقه النهارده الاهلي توج بطلا للبطوله العربيه للكره الطايره عن جداره كامله 3-0 على الزمالك. يمكن دي افضل مباراه لفريق النادي الاهلي في مشوار البطوله. ايوه، المشوار ما كانش سهل. أيوة. تجاوز الاهلي فيها بطل عمان وبطل البحرين بشيء من الصعوبه. ايوه، ولكن بالاضافه الى طبعا متعه الفوز وجداره الاستحقاق على اساطير الصلاه بحق، اللي هو كره الطائره للرجال. تتويج سابق للاهلي الحقيقه. ملك التتويجات او ملوك الصلاه، اتفضل. انما كمان البطوله دي شهدت حاجتين مهمين جدا. شهدت عوده الكابتن محمد عبد المنعم والكابتن احمد قطب. ايوه، احمد قطب غايب بقاله مده، وكذلك كابتن محمد عبد المنعم. وباذن الله عندما ينضم اليهم عبد الحليم عبو، فريق الاهلي لما يصل كل دول الى مستواهم هيصبح بعبع القاره كالعاده. 3-0 على الزمالك في النهائي، فوز مستحق وكبير جدا في البطولة العربية اللي حملت الرقم 38 في هذه النسخة. شوفوا الأشواط تعرفوا حجم التفوق والجدارة والاستحقاق. الشوط الأولاني خلص 25-16، الشوط الثاني 25-15، والشوط الثالث 25-22، عشان يحقق الأهلي هذا اللقب بجدارة كاملة، وأيضا يحصد حتى ألقاب التميز الفردي. عبد الله عبد السلام واحد من نجوم ومن اساطير اللعبه الحقيقه. لو قلنا في ملوك للصلاه، لازما هيكون احمد صلاح اللي خد جائزه افضل مسجل نقاط في البطوله، وعبد الله عبد السلام اللي خد جائزه افضل معد في البطوله، كمان محمد عادل فاز بجائزه افضل لاعب في مركز 3. عايز اقول حاجه. انا تابعت ايضا فريق نادي الزمالك. ايوه، الفوز ده قيمته ايه؟ ايوه، ان الزمالك ايضا كان ماشي كويس وعنده محترفين تقال. فدي جمال الفوز، انك بتفوز على فرقه لا واقفه على حيلها. طبعا. ففوز بيقول لك الكره الطايره في اي مكان. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي حرص على تهنئه ابطال العرب في الكره الطايره، اشاد بمستوى اللاعبين وبادائهم الرجولي العالي جدا، تمثيلهم للنادي الاهلي بافضل الاداء وبروح عاليه جدا عكستها نتائج الفريق في البطوله، وتمنى لهم التوفيق هم وكل فرق الصالات المختلفه في النادي لتمثيل الاهلي بالمستوى اللي يليق به النادي الاهلي حتى كرة الطايره دايما وابدا. ما لحقوش يجهزوا لنا لقطات من النهارده؟ لا، هي كانت مش واخدها قناة النيل للرياضة في بث حصري ليها. الأهلي عنده تفوق حتى على الزمالك في النهائيات العربية. قبل كده في الأردن 2001 3-1، 2006 أيضا فاز 3-2،
والنهارده معانا حد يا شوارب، كابتن محمد مصلحي المدير الفني الرائع. كابتن مصلحي الف مبروك. بارك حضرتك يا كابتن. تحياتي وتحيات المهندس عدلي وكل التهاني الحقيقه للاداء الرائع. ربنا يخليك. ازيك يا باشمهندس عدلي؟ ازي حضرتك؟ طبعا عايز ابارك لك على البطوله، وعايز ابارك لك على عوده الكابتن احمد قط والكابتن محمد عبد المنعم. تمام والله، يعني هم يعني الاثنين دول بصراحه كانوا عاملين عمليات، غير عبد الحليم ابو كان عامل عمليه. الفرقه كانت بتمر بظروف صعبه جدا. لسه هسالك على عبد الحليم امتى يرجع. الفرقه دي رجاله جدا 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 والله، كلكم رجاله وكلكم الحقيقه، ولو اننا قلقنا شويه قبل البطوله، لكن الحمد لله الفريق بيسترد شخصيته بسرعه وبيثبت ان هو رقم واحد على افريقيا والعرب. قول لي عبد الحليم امتى يرجع؟ والله هو عنده فت كده، فت رياضي، فاحتمال كمان اسبوع ولا حاجه ان شاء الله يبقى كويس ويلعب ان شاء الله. انا عارف ان هو من بلدياتك. ايوه احدى صفقاته موجود في الملعب. لا وكمان انا بسال عليه لان الحقيقه من مده طويله ما كانش عندنا حد بالمواصفات دي، وكويس قوي ان عندنا من يحل ويشد يعني بكفاءه جامده جدا. النهارده كابتن دوله او محمد عادل بياخد افضل سنتر بلوك، مش كده؟ تمام صح. محمد عادل خد احسن سنتر بلوك. طيب يعني احنا خد قبل كده في افريقيا، ولد ممتاز جدا، وان شاء الله في مزيد يعني ان شاء الله من الانتصارات. يعني التحدي القادم ايه يا كابتن؟ والله عندنا كاس مصر هيبدا يوم الاثنين على طول ان شاء الله، والدوري كل يوم اثنين وجمعه، وان شاء الله افريقيا في اول اربعه باذن الله. هو ده بقى افريقيا اول اربعه. ان شاء الله البنات من 1 لـ10، واحنا من 11 لـ22 ان شاء الله. وفين؟ في النادي الاهلي ان شاء الله. في النادي الاهلي. النادي استقرب بالموافقه ان احنا ننظمها ان شاء الله. جميل جدا. اذا تخرج من تحدي عربي الى تحدي محلي ثم تحدي افريقي، هو ده. تمام. هو ده شغل يعني الأبطال. السنه دي منتظره ان شاء الله كابتن الرباعيه بقى. يا رب ان شاء الله. وبحب اشكر طبعا الكابتن محمود لانه اتصل بصراحه قبل الماتش وبعد الماتش، وكان متابع كويس قوي البطوله، وبصراحه يعني كانت مفاجاه ليا ان هو يتصل ويطمن على الفرقه يعني. تمام. وعايز اقول لك حاجه، يعني ما كانش في فرقه تونسيه في البطوله دي، اعتقد كان فرقه واحده ولا ما كانش فيه؟ ما كانش فيه خالص. ما كانش فيه. متوقع يبقى في فرقه تونسيه في بطوله افريقيا؟ ممكن جدا، ممكن الترجي وصفاقس ممكن يشتركوا يعني. طيب نتمنى، علشان باذن الله يبقى نحط النقط على الحروف باذن الله على في هذا الموضوع يعني. الله يسلمك. ان شاء الله. الف مبروك يا كابتن، وبالتوفيق دايما ان شاء الله. الف 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 مبروك للنادي الاهلي كله وجماهيره، الف شكر. وبس عايز اسالك سؤال تاني، انا حسيت بتطور جامد جدا جدا في الفرقة العربية، يعني ما كنتش بشوفها بالمظهر التنافسي ده، يعني الفريق العماني الفريق البحريني شفت اكتر بيأدوا بشكل في واصبح انتقائهم للمحترفين انتقاء عالي جدا. هل حصل تطور في اللعبة في صحيح؟ صحيح فعلا. الناس كلها يعني الفريق سلام العماني وسيب العماني فريق كانوا مميزين جدا، والاهلي البحريني كان فريق ممتاز جدا، وده غير طبعا فرق ليبيا والفرق عموما الخليج كمان، وكازما عملت مفاجاه كبيره جدا وكسبت العربي وطلعت قبل النهائي، ففعلا كان في تطور كبير جدا في فرق الخليج بالذات. طيب السؤال لازم يعني يسال، يعني اخر مباراه بين الاهلي والزمالك فاز الزمالك في مفاجاه يعني ما كانش حد متوقعها، ما كانش الاهلي في يومه تماما، فالزمالك دعم نفسه برضه. انا المحترف بتاعهم اسمه بتروف ولا ديمتروف مش عارف، في اليكس وفي ميسا اثنين. لا يعني انا ما شفتوش معاهم رغم كده في الدوري، فكون الزمالك كان موجود، الاثنين كانوا موجودين. لا واحد بس اللي هو روسي كان موجود، كان موجود معاهم تاني بواحد تاني في البطوله العربيه، وهيستمر معاهم في الدوري. هيستمر معاهم في الدوري. فطعم الفوز النهارده شكله ايه؟ كنت حاسس ان الماتش ده هيبقى يعني ضيق ومقفول، ولا كنت عندك برضو احساس ان فرقتك هتفوق الفوقان ده
في النهائي. انا كل ثقه يا كابتن عدلي في الفرقه دي وفي الرجاله دي والناس الكبار بالذات، صراحه ناس عملت ماتش هايل وكانوا في قمه تركيزهم النهارده، خصوصا في الجيم الاول والثاني. هو صار التركيز ضاع شويه في الجيم الثالث في اخره كده، لكن برضه خبرتهم هي اللي حسمت الشوط الاخير الحمد لله. طيب انا برضه شايف ان من مكاسب هذه البطوله الحقيقه عبد الرحمن سعودي انه يثبت نفسه بهذا المنظر. مش اسمه عبد الرحمن سعودي؟ تمام. عبد الرحمن عنده 22 سنه. ما انا عارف هاي. انا تابعته لما طلع من سنتين وكان سنتر بلوك، دلوقتي انت شكلك استفدت منه في حته تانية كده. خد احسن سنتر بلوك السنه اللي فاتت في بطوله افريقيا. ومستمر طبعا واساسي في منتخب مصر، وهو بصراحه ولد مبشر جدا حاجه رائعه كان في البطوله دي الحقيقه. نعم يا فندم. بقول كان حاجه رائعه في البطوله دي وسيرفاته الحاسمه الحمد لله. كابتن اذا كنا بنطمن على القوة الضربه الكبيره عبد السلام وصلاح، اكيد انت في تصورك ان احنا دايما وابدا يكون في متوسط الاعمار صغير ومستمرين في التصعيد. تمام. ما هو دوت احنا انا الحمد لله بيتمرن معايا اربعه من الفرق اللي هي ال 19 سنه. سواء كان يوسف صافي او يوسف مرجان او عبد الرحمن الحسيني او محمد عثمان. كل دول انا عيني عليهم طبعا. تمام. ان شاء الله وهيجي اكيد دورهم في الفرقه، واكيد هياخدوا مكان اللعيبه الكبار، لكن هي واحده واحده، جيل بيسلم جيل. بالظبط ما احنا استلمنا من الكابتن رضا والكابتن محمود فرج والكابتن احمد زكريا، جيل بيسلم جيل كده، وان شاء الله واحده واحده الناس بس يعني تهدى شويه على الفرقه، واللعيبه دي قدامها لسه كتير والله. طبعا اعمار الفولي في الملاعب بتبقى كبيره شويه، يعني ممكن في ناس بتوصل دلوقتي ل 40 و41، يمكن اشرف ابو الحسن دلوقتي عنده بسم الله ما شاء الله 45 سنه وبيلعب في نادي الجيش. ايوه. فاللعيبه دي محترمه جدا وربنا يكرمها، وان شاء الله لسه قدامها كتير. قدامها كتير بدليل اساطير الحقيقه. لا بدليل انهم بيحصدوا الالقاب، يعني اما تشوف النهارده احسن معد مين؟ صحيح. عبد الله عبد السلام احسن ضارب او احسن محرز للنقاط، اكبر محرز النقاط في كل مسابقه بيخشها، سواء كاس عالم او كاس انديه او كاس. احمد صلاح وعبد الله حاجزين ده على طول. فطالما ده الاداء وده اللي العبره بالاداء، وربنا يديهم الصحه والعمر ومتعونا اكتر واكتر باذن الله. ان شاء الله. تحياتي ليهم وليك ولاداره النشاط ولكل جماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره، متشكرين على اللي بتعملوه وكملوا. ربنا يخليك. الف مبروك بالتوفيق. شكرا للكابتن محمد مصلح المدير الفني لابطال العرب في الكره الطايره. ومش ده اللي هيخلينا نسعد بالمشهد الرياضي، وزي ما هنشوف العالم شايفنا ازاي. كويس ان انت وصلت للعالم شايفنا ازاي، لانه انا اذكر انه مانويل جوزيه كان دايما له مقوله، انتوا شايفين نفسكم اقل من حجمكم، وانه مشكله اللاعب المصري حتى ما عندوش ثقه في نفسه وباصص للغرب دايما وابدا نظره فيها احساس بان احنا اقل شويه، ان الشرق اقل من الغرب حضاريا، في حين انه الشرق مهد الحضاره نفسها. لكن خلينا حتى في الجزئيه بتاعه الكره والرياضه، الناس شايفانا ازاي؟ لما الاقي لاجازيتا ديلا سبورت الايطاليه، صحيفه اوسع الصحف الايطاليه انتشارا، بتخاطب جمهورها او قراءها، انتوا مبهورين بليفربول ونتائجه السنه دي وارقامه، انسوا امر ليفربول، ده كان عنوانهم، بصوا نادي القرن الافريقي عامل ازاي على النادي الاهلي، بصوا شوفوا الاهلي بيعمل ايه، بصوا شوفوا الاهلي بيعمل ايه بالظبط. دي خلاصتها ودي ملخصها. بصوا شوفوا الاهلي بيعمل ايه، قالوها بالايطالي. بيعمل ايه الاهلي؟ قال لك اذا كنتوا شايفين انه ليفربول ارقامه كبيره جدا السنه دي بعد ما حقق 26 فوز في 27 مباراه، لا الاهلي عنده العلامه الكامله 16 فوز من 16 مباراه، ما تعادلش وما خسرش اي نقاط وعمل سبوت كمان على اهدافه. قال لك ده هو جايب سجل في الاهداف حتى الان 46 هدف واهتزت شباكه 3 مرات بس، وفارق بينه وبين المنافس التقليدي بتاعه الزمالك 17 نقطه. فشايفين انه قال لك شددت الجريده في معرض تقريرها على ان ليفربول في انجلترا لم يقدر على فعل ما يفعله الاهلي المصري، وعلى الرغم مما يقدمه ليفربول من موسم استثنائي في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، فانه سقط في فخ التعادل امام مانشستر يونايتد.
في الجولة التاسعة من البطولة. أضافت الجريدة واسعة الانتشار أن ما يقدمه ليفربول اللي حقق 26 فوز من 27 وسجل 64 هدف وتلقى 17 هدف، لكن الأهلي لازال، لكن ليفربول بهذا الإنجاز لم يصل بعد إلى ما يقدمه الأهلي في البطولة المصرية. يعني كلام يخليك تنبسط وتثق في فريقك وتهدى على لعيبتك شوية، بلاش التوتر اللي فيه الجماهير ده وبلاش حد ياخدنا بسكة كلام يعني هو حق يراد به بطل الأهلي الإفريقي الأهلي المحلي، ونبلع الطعم ده وتبص تلاقيك كل اللي حصل لك انت خسرت ماتش بفعل فاعل وتعادلت ماتش بكل الأرقام، كل الأرقام. من الذي كان أكثر وصولا للمرمى في ماتش السوبر؟ الأهلي. الأهلي. من الذي كان مرماه يتعرض لأقل قدر من الخطر؟ الأهلي. من الذي كان أكثر استحواذا؟ الأهلي. الأهلي الأخطر والأكثر استحواذا والأكثر تحصينا للمرمى والأكثر وصولا للمرمى والأكثر وصولا للمرمى. بكل الأرقام أنت كنت الأقدر. خانك، خانك أنك أنت تحرز أهداف، خانك أنك أنت ضربات الجزاء. وانا كنت شايف ان احنا يعني زي ما يكون فلسفه الاداره الفنيه لهذه المباراه انا مش عايز افهمهم ان الماتش ده ممكن يوصل لضربات الجزاء. فبالتالي ضربات الجزاء دي زي ما روبرتو كارلوس قال الاهلي كان الافضل ولكن ضربات الجزاء هي ضربات الحظ. ضربة تخونك، ضربة توفقك، خاصة لما تبقى أنت كمان يعني التحكيم مش مساعدك أنك تبقى فير فيها حتى. يعني القانون بيقول لك وبتشوف حراس الحكام بيروح الحارس المرمى في أي ضربة جزاء عادية يقول له اقف على الخط ما تتحركش. إلا لما تتحرك الكورة. ده التعديل لو اتقدم تتعاد وياخد انذار. انذار. ما حدش بيديك حقك ده. أنت تلتزم وغيرك لا يلتزم. لكن هذه ليست مباراه، حتى ممكن كان يحصل التزام وكل حاجه ومفيش مشاكل وتخسر بضربات. طب هو ليه المنافس يعني كل الناس بتقول نجح كارتيرون في استدراج الاهلي لضربات الجزاء زي برضو الماتش اللي قبليه السوبر اللي قبليه كان نجح كان مين محمد حلمي ولا كان حلمي في استدراج الاهلي لضربات الجزاء. طيب ولا يعني اقصد اقول ما انت وانت نازل قدامي انت شاعر ان فرصي اكبر وان انا اكثر خطوره، لعبت بواقعيه ولعبت انك لو وصلت ضربه جزاء خلاص بقى ايوه ربما يكون عندي فرص، فشاء القدر ان يبقى عندك الفرص انت. قبل كده الاهلي كسب بضربات جزاء، احنا مش لا نقلل من فكره ان الفوز بضربات الجزاء يعني لا طبعا، بس بنقول ان الاساس انك تكسب في الوقت الاصلي. ولذلك عايزين نرجع تاني للوقت الاضافي اللي قبل ضربات الجزاء لان بتدي فرص اكتر. هي لائحه السوبر تملي ما فيهاش ضربات جزاء اعتمادا على ايه؟ ما فيش وقت اضافي. ما فيش وقت اضافي اعتمادا على انه البطوله او المباراه دي كانت بتفتتح بيها الموسم، فكانت فكرتها ان الناس باديه الموسم بلياقه بدنيه اقل، بس انت النهارده بتلعب السوبر في نص الموسم. في نص الموسم فخلاص، وسواء دي مش مشكلتك انت مشكلتك توصل بقدر الامكان للاكثر جداره. فيعني على اي حال سواء كده او كده ممكن يبقى وقت اضافي ما تكسبش او فريق منافس يكسبك. انا مش بقول، انا بقول ايه؟ خلينا في الماتش ده ما الاهلي ما كانش يستحق ان هو ما يفوزش، كان يستحق الفوز. الاهلي بالتداعيات اللي انتهت اليها المباراه والعنف ثم العقوبات الغير مفهومه او الغير مشروحه لحد النهارده، لان انت ما تيجي تقول لي اطلعت اللجنه على من حقي توريني، يعني انت في اي حاجه من حقك تسمع طبعًا الشهود طبعا. ده انت لما بيروح قاضي بيستدعي شاهد من حقك تحتاج تقول ما اخترتنيش ان في شاهد اسمه فلان جاي دلوقتي عشان استعد له. اذا العداله التي تسعى إليها الهيئات القضائية كلها كانت غير مكتملة الأركان في دي لحد النهاردة. لا احنا عارفين اللائحة التي حكمت الأحكام
ولا احنا حد راضي يقول لنا، ولا احنا عارفين مستندات اللي استندت اليها لجنه الانضباط، لان ممكن جدا سواء اتعرض عليها صح اتعرض عليها غلط، لان لو اتعرض عليها صح هنناقشها، من حقنا نناقش اسبابها. طب لو اتعرض عليها غلط تبقى دي مصيبه تانية كبيره قوي. طيب شوف، المباراه ما كانش ليها، مباراه السوبر ما كانش ليها مراقب من الحكام، ما كانش ليه. طيب احد العالمين ببواطن الامور في الاتحاد قال لي هو هل الحكم اللي ادار المباراه قدم تقريره بلغته؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي اللجنه قالت ضمن ما استندت اليه تقرير حكام، تقرير الحكام والمراقبين. المراقبين كان الاستاذ حسام الزناتي لا ده مناصف مش مراقب، لا مدير اداره المسابقات، فهو مراقب المسابقه، مراقب عن المسابقات، مش مراقب الحكام. لكن طاقم التحكيم مالوش مراقب. الحكم ما الحكم فين؟ قالوا لي من حق النادي الاهلي او من حق اي طرف يطلب الاطلاع على تقرير الحكم بلغته. مؤكد بلغته. هو فين؟ ده برضو سؤال مشروع جدا. مترجم ايه؟ مشروع جدا. بعدين يقول لك لقطات القناه الناقله، طلع ان ما فيش لقطات، طلعت من قناه ابو ظبي قالت لك ما قدمناش حاجه. قال لك لا ده من الفار، هو الفار نفسه ما ظهرش. الفار نفسه كان في فار ولا ما كانش في فار؟ ولا كان في ناس بتجرب ومدى شرعيه انك تستند الى الفار وتاخد لقطاته منين؟ المفروض ان الاتحاد الدولي بيقول لك تاخد لقطاته من الشركه الناقله. صحيح. الفار ما يديش مستنداته وكده، بيروح للشركه الناقله، الشركه الناقله بتديها للي يطلبها. كل ده لم يتحقق. طيب احنا بنتكلم ربما نكونش بنتكلم صح، او اللي قال لنا فهمنا له غرض انه فهمنا غلط. اطلع فهمني الصح، اطلع قول لي اهي 1 2 3 بشفافيه. هو انتوا ليه سايبيننا كده؟ عايزين، وعلى فكره اذا كنا بننشد الهدوء والسعاده هي الشفافيه، ملهاش سكه ثالثه. بالظبط. لان البديل ايه؟ الارتياب، زرع الشك، زرع التعصب، لانك هتضطر تهاجم، وهتضطر اللي قدامك يهاجمك، وهتضطر تختلق اسباب. صحيح. وهتضطر تدافع عن نفسك بحاجات غير حقيقيه احيانا. صحيح. وحقيقيه احيانا. وكل ده الجمهور قاعد بيعيش هذا التوتر. وكل واحد بياخده بالطريقه اللي تريحه هو. أيه. مش اللي تعبر عن حقيقه الامر. خلونا مره يعني نعمل الشفافيه، نتمسك باللوائح، نطبق بصرامه. لا الكرة المصرية أهم الإنجليزية ولا الإيطالية ولا الفرنسية، اللي اتطبق عليها كل اللوائح. مارسيليا نزل درجة أولى، اليوفي نزل، ولا وغير اليوفي أظن الميلان كان حصل له حاجة برضه. شوف يعني ما حدش فوق القانون. المان سيتي النهارده بيتحاكم وبيتحاسب، ما حدش فوق القانون. برشلونة إيه ده؟ طب هو إحنا أهم من الناس دي كلها؟ ولا إحنا عندنا طبيعة في المشجع يعني ما يستحملش انه يواجه مسؤوليته؟ انت لو عودته انه يواجه المسؤوليه كل هيسكت، مش محتاج لحد يرغي. بس وانت بتاخد بتراعي انك ماشي طبقا للائحه معلنه، بتبقى في اكبر قدر من الشفافيه في اتجاه المستندات التي ناقشت الاحداث. وبعدين في الاستدلال، الاستدلال ده تعبير قانوني. صحيح. يعني انت ما بتيجي تطعن في النقد وفي الحاجات دي يقول لك لسوء الاستدلال، فساد الاستدلال، او فساد الاستدلال. فساد الاستدلال يعني ايه؟ يعني اللي انت استندت اليه ما كانش هو ده المسار القانوني السليم. بالزبط. او كان ناقص. بالظبط. يبقى انت ازاي توصل النتيجه دي بهذا الطريق الذي اتخذته؟ بتستدل بحاجه مش صحيحه. بهذا الطريق الذي اتخذته مش مفروض توصل للنتيجه دي. بالظبط. احنا في كل ده لا بنقول مين صاحب الحق، ولا احنا بنتكلم الاول كيف نصل الى الحق والحقيقه. هو ده الطريق. لما تاخد كل ده وتطلع النتيجه محدش هيفتح بقه، واللي يفتح بقه هيفتح بقه بقى بازاي؟ بالعقل وبالقانون. يقول لك طب هتظلم، يوم يروح يتظلم، وده حق الناس كلها. الناس بقى بره بتقبل الاستئنافات ازاي يا استاذ ابراهيم؟ ايوه. انت بتقول انا عايز استأنف العقوبه بتاعتي. ايوه. لعيب. أي. اتوقف ولا اتطرد ولا، فلما بتقدم مستنداتك بس يقولوا لك ايه؟ خلي بالك إذا كنت صاحب حق هتاخده. لو أنت مش صاحب حق وبتضيع وقتنا ممكن نزود العقوبة عليك. يبقى أنت بتغامر
اذا لم تكن مقتنع بحقك مش هتقدم عمال على بطال، لانك قد تغلظ العقوبه عليك لعدم الجديه ولعدم الـ 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 انك انت ما لجأتش الى انك بتثبت حقك بقدر ما انت بتشوشر. طيب احنا هنيجي عموما على قرارات لجنه الانضباط وعلى حتى المردود الاعلامي عالميا ومحليا وعربيا على ما حدث في مباراه القمه الملغاه اللي اتحاد الكره طلع قرار امبارح باعتماد نتيجتها 2-0 لصالح النادي الاهلي، والزم او غرم نادي الزمالك 200,000 جنيه مع خصم 3 نقاط اخرى من رصيدي. هنيجي لده، لكن على ذكر الشفافيه وعدم وضوح تفسير، لجنه المسابقات او اداره المسابقات في اتحاد الكره طلعت امبارح جدول بعض مباريات الدور الثاني، كان الملاحظ فيها الملاحظه اللي شغلت الناس وحتى السوشيال ميديا وكل الناس وكل وسائل الاعلام النهارده اتكلمت فيها، المسافات البينيه غير العادله، ونتمنى ان احنا نلاقي رد منطقي مش اكتر، لانه الاهلي والزمالك هيلعبوا اهو سوا، الزمالك بكره مع الترجي في القاهره وبنتمنى له التوفيق، ثم الاهلي مع صن داونز تاني يوم يوم السبت، ويا رب ان شاء الله فرقنا المصريه، وبيراميدز بيلعب مع زناكو في زامبيا في الكونفدراليه، والمصري بيلعب مع نهضه بركان المغربي ايضا في الكونفدراليه، ونتمنى ان شاء الله ان الفرق المصريه الاربعه تروح لقدام لاقصى حد ممكن. لكن لما يطلع اداره المسابقات الجدول اللي قدام حضراتكم، نقف عند معادين، الاهلي بعد مباراه السبت هيسافر لجنوب افريقيا، هيلعب مع صن داونز في بريتوريا، هيسافر ادنى جنوب القاره عند خط عند طريق راس الرجاء الصالح القديم. طيب هيسافر الاهلي يلعب يوم 7/3، الزمالك قبل منه بيوم يوم 6/3 هيبقى بيلعب في تونس، برضه مش هتكلم على انه ايه الابعد تونس ولا جنوب افريقيا، لانه اللجنه مش هتراعي ده. لا تراعي ده؟ لا مش هتراعي في الجدول. انا بتكلم على افريقيا. اه لا انا بتكلم على اللجنه حتى اللي هنا، يعني انت قلت 4 ايام للمباريات الخارجيه وثلاث ايام في حال المباريات الداخليه، موافقين. طب الاهلي لما يلعب يوم 7 احط له مباراه مع سموحه يوم 11، يعني 4 ايام فقط، رغم ان هو جاي من ادنى جنوب القاره. لا هيلعب يوم 7 بس لحظه، خليني بس هيتحرك يوم 8، ما تيجي نحسبها. اتفضل. هيتحرك يوم 8، هيوصل 8 بالليل، هيبقى عنده 9 و10، 9 ده هيبقى استشفاء، 10 تدريب خفيف ويلعب 11. تكتيك هتلعب 11. اه. وانت ايه تاني عشان اللي هيقعدوا بقى ايه شغل تليح الكلام؟ لا، الساعة البيولوجية، المسافات الطويلة. الحالة البيولوجية مش بالضرورة الساعة، الحالة لأنه اختلاف الطقس. هي بيسموها يا أستاذ إبراهيم لما في علم النفس، واخد بالك؟ هو 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 عملية غسيل المخ اتعملت ازاي؟ واحد روسي، واحد روسي بسرعة كده جاب انك ان انا ممكن مثلا عمل التجربة بتاعته على الكلاب في البداية، فقال لك الكلب انا بقدم له الاكل بتاعه بضرب له جرس، كويس؟ كل ما بحط له الاكل بضرب له جرس، فبيعمل بعض الافرازات الفسيولوجية والحركات البدنية، يهز ايديه ويجي يقبل يقعد في المكان اللي فيه الاكل. لو مره انا ضربت الجرس وما جبتش الاكل هيعمل نفس الشيء. نتيجه ايه؟ اعتياد. نتيجه ايه؟ انضباط العاده السلوكيه، انضباط العادات السلوكيه اللي هم بيسموها الساعات البيولوجيه اللي بتتحكم تدي الاشارات. هي مش بس فرق توقيت، ومش بس لا، فيها مرتبطه ببعض الحاجات التانيه. انت دلوقتي هتروح تلعب في جنوب افريقيا الظهر، صح؟ اه الظهر. اه هما بيلعبوا الساعة 3 على طول. الساعة 3 ده مختلفة عن اللي أنت متعود عليه هنا. أدي أول فرق كبير، المسافة والمناخ والارتفاع المستوى عن سطح الأرض مختلف. أو مش مختلف. واخد بالك؟ لكن مؤكد إن المسافة مختلفة. أنت قلت إيه؟ خليني أقول لك في المسافة، هو أنا لما أجي ألعب يوم 7، أنا هتكلم في الأيام حتى كرقم. ألعب يوم 7/3 في جنوب أفريقيا، 4 أيام، وألعب مع سموحة يوم 11، 4/7 ألعب يوم 11، ألاقي نادي الزمالك هيلعب في تونس برضو ما ليهاش دعوة ببعد المسافة، هيلعب يوم 6، المفروض يوم 6 يعني يلعب يوم 10، لا يروح مديله يوم 12،
يعني الزمالك يلعب 6 ويلعب 12، الاثنين بيلعبوا بره، الاثنين بيلعبوا بره مصر، ده كمان الاهلي بيلعب يوم 7 وبيلعب في جنوب افريقيا. طب ليه ما عكسش؟ طب انت المنطق تعكس، لو المفروض تعكس، يعني لو فيه يوم يؤخذ لحد مش لبعد المسافه ولكن للايام، اللي يلعب 6 يلعب 10 واللي يلعب 7 يلعب 11، لكن باستمرار حطيت لي الاهلي وصن داونز يوم 7 رحت مديله 4 ايام فقط يلعب مع سموحه يوم 11، ليه؟ عشان يلعب مع انبي المباراه المؤجله يوم 14. يعني الاهلي علشان حطيت لي انبي مباراه يوم 14 الزمت الاهلي يلعب يوم 11، وحطيت لي الزمالك مباراه مع المصري بس يوم 15. كنت تقدر تعكس في الحالتين، يعني لو في حد له افضليه في انه ياخد يوم زياده اللي لعب يوم 7 مش اللي لعب يوم 6، واللي ياخد اليوم اللي لعب يوم 11 مش اللي لعب يوم 12. فيلعب الزمالك يوم 15 مع المصري، يلعب الاهلي مع انبي يوم 14. في الثلاث مباريات ورا بعض مفيش ابدا عداله في توزيع الايام في المسافات البينيه. ومفيش مبرر. مفيش مبرر، مفيش تفسير. يعني هي مزاج، يعني هي اتبنت على ايه؟ يعني اتبنت على المنطق؟ لا، المنطق بيقول لك 6 10 7 11 مش كده؟ لكن ممكن يبقى في عنده مبرر، وانت بتحط الحاجه الغير منطقيه، فسر مبررك ايه؟ ما فسرتش. يا جماعه مش معقول هنفضل، هي دي بالظبط يا استاذ ابراهيم اللي انا بتكلم عليه. احنا كتب علينا ان نعيش هذا وهذه الريبه بشكل مستمر. انت طول النهار الحق فلان، يعني اقول لك حاجه، لما يطلع اول امس كلام ان تم الاعتداء على امام عاشور في بيته وتكسير عربيته، حاجه تزعج جدا جدا، كذا برنامج، ايه ده؟ ثم تكتشف ان كل ده لم يحدث، والشرطه بعديها بنص ساعه برامج الاستاذ هاني حتحوت، يعني مش اهلاوي عشان ينفي هذا الكلام، لكن مهنيا هو اجتهد، قال لا ده العجله حد فسله او هواله العجل بتاعه فعمل محضر النهارده، او اتقال له اعمل محضر، او اتقال له اعمل محضر، ما هو ده الترتيبه. بس في المحضر كتب ايه بقى؟ نتيجه اعتداء، نتيجه معرفش. لكن مفيش اعتداء، محدش طلع له البيت، محدش كلمه، محدش اعتدى عليه. النهارده تحقيقات الشرطه نفس الشيء، بيقول لك لم يحدث، وحارس العماره قال لك ما شفتش اي حد، ما حدش جه خالص، ما حصلش. طب انت لمجرد فرده الكاوتش نامت، لا بقى جمهور الاهلي ممكن تطلع برضه حد، يعني مين اللي يعني انما هي الفكره مش كده، الفكره انت ليه عملت كده؟ طب ليه بتروج لدي؟ ما انت ممكن تبقى صدفه. ايوه، زي حد برضه من ذوي الصله بهذه الامور، من 7 8 10 سنين 12 سنه طلع برضه قال تعرضت لحادث ومدبر ان انا كاد يودي بحياتي، وطلع ان عربيته عجلتها نامت على الترعة وهو مروح بلده وكان بيغيرها، ولا حد اعتدى عليه ولا حد عمل حاجه. هذا الترويج له هدف يا استاذ ابراهيم، مش عشوائي. هو عايز يقول ايه؟ ما هو احنا بقى في خطوره وفي توتر، وما كانش ينفع يتعب وكان ينفع يتلعب، وما ينفعش اللي جاي. ايوه، هو ما ينفعش اللي جاي مؤكد، لان احنا بنحط لاعبتنا في مواجهات هم اصلا المفروض ان هم بيقولوا طول عمرهم اصحاب. ده لما كان الجماهير بتتخانق يطلع على لعيبه الاهلي والزمالك يقول لك ده احنا اصحاب وبنتعشى مع بعض وبنقابل بعض. النهارده هم لما يبقوا مش اصحاب وبيتلككوا لبعض وبيعملوا محاضر وبيضربوا بعض وبيشتموا بعض ومفيش عداله ان حد يجيب حق حد، هتبص تلاقي التوتر اتنقل بشكل اخطر للجماهير يا استاذ ابراهيم. والصوره دي بعمليات السيناريوهات اللي عماله تتم بيها الاحداث منقوله بره. أيوه، وليها صدى. ارجو انك تكون جمعت لنا حاجه منها. موجود ان شاء الله. يعني خلاصه الجدول ان انت في 9 ايام، من يوم 6 ليوم 15، من 6 ل 15 9 ايام الزمالك يلعب مباراتين، هيلعب مع المصري
وهيلعب مع الاتحاد، ده بعد ما هيلعب مباراته الأفريقية. الأهلي في خلال 14 يوم هيلعب الثلاث مباريات، هو ده الجدول. هيلعب سموحة وهيلعب إنبي بعد ما هيكون لعب مباراة سان داونز. هي دي الفكرة، تلعب ثلاث ماتشات في 9 أيام أو مباراتين في 9 أيام وغيرك يلعب ثلاث مباريات في 14 يوم. ده الجدول اللي عليه هذه الملاحظة. أنت إزاي تلعب في جنوب أفريقيا يوم 7 فيطلب منك تلعب سموحة يوم 11؟ ماليش دعوة أنت جاي منين. الزمالك يلعب يوم 6 في تونس، يلعب يوم 12 مع الاتحاد السكندري. عدد الماتشات هي هي، بس شوفوا، بصوا شوفوا عدد الايام في المسافات البينيه. وبدون مبرر، المنطق كان زي ما انت بتقول كده. يعني خلي اللي يلعب 6 يلعب 11، يلعب بالظبط، يلعب 10، يلعب بالظبط، يلعب ماشيه كده بالظبط، هتلاقيها ظبطت بالظبط. دي ليه هتخل بجدول ولا حاجه؟ ده ماتش مكان ماتش من الفرق المتنافسه بنفس اشغالات الجدول بتاعك، بس بتحقق نوع من، يا سيدي هنعتبر انك عادل، بس بتلغي الارتياب عند الناس. بتلغي ما تشغلش الناس باستمرار بهذه التفاصيل اللي ملهاش ردود. ما ينفعش هذا الكلام. في الاخر عايزين نلعب كوره نستمتع بيها، مش عايزين نعيش هذه دي حاجه تهد المهابره جامده قوي يا استاذ ابراهيم. يعني شوفوا، يعني اتحاد الكوره بعد احداث الماتش الاخير القمه اللي اتلغت، مؤكد هيبقى عنده الرغبه لفرض قراراته خاصه فيما يتعلق بجدول المباريات. انا معاه انك الف باء انتظام مسابقه واحترام مسابقه، ان يبقى فيها اجنده ومواعيد منضبطه وملتزمه بها كل الاطراف، لكن علشان كل الاطراف تلتزم وتنضبط يبقى في قدر من العداله في مراعاه مثل هذه المسافات البينيه، خاصه الكل مشارك في بطولات خارجيه. انت ما تديش فرصه لحد يتساءل، لا اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي ولا جونه ولا سموحه ولا، ما تديش حد يتساءل. يا استاذ ابراهيم دلوقتي في انديه تانية في النص كده ليها مصالح طبعا ما حدش بيتكلم عليها خالص. يعني في ترتيب في الجدول هينتهي اليه، ترتيب المراكز هتؤدي الى حقوق لبعض الانديه طبعا. اذا ما كانتش الحقوق دي متكافئه هيبقى ما فيش عداله في الترتيب النهائي اللي هتوصل له. صحيح. انت ما تبصليش تقول ايه اصل الاهلي مش فارقه معاه، ما هو لا، هو مش كده خالص، هي عمرها ما تكون كده طبعا، لان انا مش فارقه معايا، لكن هيعرضني للاصابات مثلا، هيعرضني للارهاق لو ربنا هيأثر عليا في المردود العام. لا انا لو انا ربنا وفقني بقى وعديت المرحله دي هتأثر عليا في اللي جاي طبعا. ما تخلصش عليا، اقف مع انا والزمالك والاسماعيلي والمصري وبيراميد، يستحقوا من خلال الجدول من غير اخلال ولا تاجيلات انك ترتب ترتيبات بعداله شويه، تريحهم وتحقق العداله. تحقق العداله لان هناك خطوه حاسمه في مشوار البطوله المهمه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. خطوه حاسمه في مشوار البطوله المهمه، لكن كمان علشان الاهلي يستمر ان شاء الله بكل قوته وبكل تركيزه في هذه البطوله المهمه، كل اللي بينشده شيء من العداله في تثبيت مواعيد المسابقه المحليه والارتباطات المحليه، لانه زي ما اشرنا لكم قبل الفاصل في 7 أيام فقط من يوم 7 ليوم 14، يعني الاهلي هيلعب في جنوب افريقيا يوم 7، تعد 7 أيام بالظبط تلاقيه يوم 14، 3 مباريات هيلعبهم في 7 أيام. الزمالك هيلعب ال3 مباريات دول في 9 أيام، يومين يفرقوا كتير، اليوم بيفرق، لا يفرق في المسافات الصغيرة طبعا، لكن الزمالك هيلعب 3 ماتشات في 9 أيام، الأهلي هيلعب ال3 ماتشات دول في 7 أيام، ده جاي من تونس وده جاي من جنوب أفريقيا. بس النقطة الثانية كمان الأكثر خرقا لمبدأ العدالة،
ان اللي يلعب خارجيا يوم 7 ما ينفعش يلعب يوم 11، واللي يلعب خارجيا يوم 6 يلعب يوم 12. يعني اللي لعب بره بدري هو اللي يلعب جوه متاخر، والعكس الاهلي يلعب يوم 7 فتيجي حاطط له مباراه يوم 11. ارجو مراعاه شيء من مبدا تكافؤ الفرص بين الانديه. لو تقدر تريح الكل يبقى رائع، مشكور كل الانديه، لانه في النهايه كلها سفريات وكلها راحه للاعيبه، وكلها في النهايه احنا بننشد ان الفرق المصريه ان شاء الله في البطولات الخارجيه تكون في افضل حاله. البطولات مهمه جدا، وفاكرين حضراتكم الحلقه قبل الماضيه عرضنا لكم اتحادات الدول المشاركه انديتها في البطولات الافريقيه مدلعينهم ازاي، ازاي حاطين جداول بتريح بالعشر مباريات، بالعشر ايام قبل المباريات. انما المتاح ان احنا نحط شيء من العداله، ده بيلعب 6 يبقى هو اللي يلعب يوم 11، مش العكس ابدا. يعني ما ينفعش الاهلي يلعب يوم الزمالك يلعب 6 فيلعب 12، او والاهلي اللي بيلعب 7 هو اللي يلعب 11. ماشي، واضحه. يعني ريني فايلر النهارده المدير الفني السويسري عقد مؤتمر صحفي، هو المؤتمر الخاص بالمباراه من قبل الشركه الناقله للبطوله. نشوف ريني فايلر النهارده تحدث عن اخر حاله لفريق النادي الاهلي، استعداداته لمواجهه سان داونز السادسه مساء السبت عامله ازاي. نشوف فايلر في المؤتمر الصحفي. Il faut travailler au futur et ça veut dire on est bien préparé. Tous mes joueurs ils sont forts, ils sont psychologiquement aussi forts et il faut plus parler des choses qui sont passées. هو السؤال كان طبعا بيشكره على اعتذاره على التاخر، وبيقول انت ازاي قدرت تاهل لعيبتك نفسيا بعد هزيمه السنه اللي فاتت، خصوصا ان سان داونز لعبوا كره سريعه وكرتهم عندهم كره كويسه متميزه. فالاجابه بيقول دلوقتي انتوا عارفيني كويس، انا ما بحبش اتكلم عن الماضي، ماليش دعوه باللي فات، انا بتكلم في الحاضر، وانا لعيبتي اصلا مؤهلين نفسيا كويسين، وانا يعني مستعدين نفسيا للمباراه وجاهزين لمباراه سان داونز، فما عنديش مشكله في ده. Ça, c'est quelque chose que tous les joueurs doivent accepter. Et c'est aussi à vous. Hein. Si vous parlez tout le temps avec des joueurs qui ne jouent pas, hein, c'est plus facile pour créer des problèmes. Hein. Mais moi, je me concentre sur des joueurs qui jouent, qui sont importants pour l'équipe, pour toute l'équipe. Et pour moi, tous les joueurs sont très importants, mais sauf si les joueurs sont aussi professionnels, si les joueurs de temps en temps ne jouent pas. هو السؤال بيقول حضرتك قلت في المؤتمر اللي فات ان اللاعبين اللي ما بيلعبوش كبار السن او اللاعبين اللي ما بيلعبوش عندهم مشاكل طبعا تقبل القرارات الفنيه، يا ترى حاجه زي كده ممكن تاثر او تخلق جو وحش في اوضه اللبس تاثر على اللعيبه في الملعب؟ فهو بيجاوب بيقول لا طبعا ما ياثرش طبعا، لان طبعا اي لعيب ما بيلعبش بيكون متضايق، واذا انتوا كصحفيين بتتكلموا مع اللعيبه ما بتلعبش الكبار عشان يعني ده ممكن يخلق نوع من انواع المشاكل. اهم حاجه بشتغل مع اللعيبه المحترفه اللي بتتقبل القرار الفني وبتدي في الملعب. هل الاهلي مكتمل الصفوف غدا؟ وهل بطرح هذه المباراه 90 دقيقه اهم ام 180 دقيقه؟ يعني بمعنى اصح، هل نتيجه المباراه الاولى بتحسم النتيجه ام انت تنتظر ل 180 دقيقه؟ Des absences pour le match. Et est-ce que vous voyez que la première partie, la première manche, les 90 minutes, c'est décisif pour la qualification, ou bien on doit attendre 190 minutes, les deux matchs aller-retour, pour savoir qui va se qualifier? Je suis toujours de nouveau très surpris comme quelques-uns voient le football. Hein. Alors, j'ai aussi entendu qu'est-ce que le coach de Sundowns il a dit. Hein. Il a dit nous sommes des favoris. Mais nous ne sommes pas des favoris. Sundowns est le favori. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup. Je sais aussi qu'on a beaucoup de personnes qui n'aimeraient pas entendre ça. Mais ils ont nous battu avec le score total de 5-1 la saison passée. Il y a 4 ans, ils ont gagné le Champions League. Ils ont aussi gagné les titres hein, dans le championnat Afrique du Sud. Nous sommes très bien préparés. On a aussi notre but. Hein, on a la volonté, le désir hein, d'éliminer hein, cet adversaire. C'est aussi possible, ça c'est clair. Mais ça c'est un adversaire qui est très fort. Nous avons eu aussi une équipe qui est très forte. Et si quelqu'un parle qu'on doit déjà décider hein, se rencontre demain ou après-demain, si on va jouer le premier match contre eux, c'est quelqu'un qui rêve.
Aujourd'hui, dans le foot, dans des matchs comme ça, quart finale, Champions League, c'est presque impossible ça. طيب هو السؤال الجزء الثاني من سؤال حضرتك كان هل بتنظر للمباراه انها 90 دقيقه فقط؟ مش فيها بونج لا 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 كاب اوت. هل 90 دقيقه هي 90 دقيقه كافيين هم الماتش الذهاب كافي للتاهل ولا لازم ننتظر ماتش العوده؟ فبيقول انا برضه انا بستغرب شويه من بعض نظره بعض الماتشات، الماتشات ما بتتشافش كده، الماتشات القويه المفروض نبصها ببصه مختلفه. الكل دلوقتي بيقول ان المدير الفني سان داونز بيقول ان احنا المرشحين او احنا المرشحين نتاهل. لا انا شايف ان هو فرقته قويه جدا، دي فرقه كسبتنا السنه اللي فاتت مجموع الاكوميشن دو ماتش على بعض، الماتشين على بعض 5-1، والسنه اللي قبلها كسبت تشامبيونز ليج وكسبوا كذا بطوله دوري، فرقه قويه جدا. فما ينفعش نقول ان الفرقه دي ممكن نكسبها من اول لاج من اول ماتش، لازم ننتظر 180 دقيقه. فلازم نفكر ان الماتشات الكبيره دي في دور الربع النهائي لبطوله افريقيا صعب تتحسب من مباراه الذهاب. اتفضل. بالتأكيد مستر فوادر بيعلم كم اشتياق جمهور النادي الاهلي للفوز بهذه البطوله في الحقيقه وتعويض الهزيمه في الموسم الماضي لسان داونز، ويعلم اهميه تأدية الموقع. ازاي بيتعامل مع الضغوطات دي وبيرفع ضغوطات الجماهير على لعيبه النادي؟ Vous êtes toujours le fait de comporter la face grand rêve de parce que la fait des années que vous n'avez pas remporté. Comment vous faites pour atteindre cet objectif et comment surtout avec les pressions des supporters de l'Ahly, comment vous préparez les joueurs psychologiquement pour enlever les pressions des supporters sur vous? Je pense, j'ai déjà répondu ça avant avec la question que j'ai reçue de ce homme là-bas. Alors, c'est le rêve de tout le monde, c'est clair. Hein, mais il faut pas tout rêver. Hein, il faut aussi accepter la réalité. Hein. Pour moi, c'est pas une pression. Et pour le joueur non plus. Parce que la seule chose qu'on peut faire est le meilleur qui est possible. Ça veut dire hein, il faut bien lutter, il faut beaucoup courir, il faut gagner les duels, il faut essayer de créer des occasions, il faut essayer de marquer des buts, il faut essayer de défendre pendant 90 minutes, pendant 180 minutes, hein, si on prend tous les deux matchs, pour pas en casser un but. Ça, c'est la seule chose qu'on peut faire. Hein. Et toutes les choses autour de ça, si on parle, hein, tout le monde parle. Tout le monde dit, ouais, c'est la rêve, il faut gagner. Oui, j'entends aussi, mais ça, ce n'est pas le football. Ça, c'est un jeu avec des adversaires qui sont aussi très forts. Ça va être très, très serré. Et à la fin, on a besoin aussi de la chance, hein, comme on a besoin tout le temps dans le foot, pour se qualifier. Mais il faut tout investir pour avoir la chance sur notre côté. طبعا تعرف كوتش فايلر تعرف ان قد ايه البطوله دي غايبه عن النادي الاهلي وقد ايه غاليه بالنسبه للجماهير، ازاي تعد لعيبتك وتبعد ترفع الضغوط النفسيه من عليهم وضغط الجماهير وازاي تعدهم للمباراه دي؟ قال تقريبا جاوب تقريبا على السؤال ده قبل كده الاجابه الابكيه كانت متضمنه لاجابه السؤال ده، ان الماتش ده طبعا ده هدف بالنسبه لنا وحلم ان نحققه، بس هي مش بالحلم بس، هو بالاداء في الملعب. كلنا عندنا الطموح ان احنا نعمل حاجه زي كده، ده بيجي باللعب السريع والتواجد في الالتحامات والاداء الفني العالي في الملعب عشان تقدر تترجم ده لاداء. وفي الاخر برضو في حاجه اسمها نسبه حظ بتكون موجوده، لازم يكون معاك توفيق من عند ربنا عشان ربنا يوفقك وتكسب. كل دي عوامل بتساعد ان احنا نحقق الهدف ده، مش بس الضغوط النفسيه. الضغوط النفسيه ما بتعملش حاجه، انا لعيبتي لعيبه كبيره ومفيش عليها ضغوط نفسيه ومستعده تماما للماتش وداخل نفسيا مستعدين للمباراه، فاضل بقى ترجمة الأوامر أو التعليمات الفنية في الملعب وتنفيذها بشكل جيد والتوفيق في الآخر. طيب هو ما بلعش الطعم، يعني اللي أنا خرجت بيه من المؤتمر إن ثلاث محاور. واحد كلمه يعني إن في لعيبة زعلانة واللي بيلعب واللي ما بيلعبش، قال له طبيعي طبيعي إن اللعيبة اللي ما بتلعبش بتبقى زعلانة. لكن ده ما ملوش معنى أكتر من كده. يعني واحنا فاهمين اهميه المباراه، واحنا فاهمين يعني صعوبتها، وانه لما قالوا له ان موسيماني بيقول ان الاهلي بطل افريقيا وهو المرشح الاول و قال الكلام ده، احنا ما لناش دعوه بيه، احنا عارفين ان ده فريق قوي جدا وانه فايز ببطوله الدوري في بلده، الماتشين نتيجتهم 5-1، كسب 5-0 واحنا كسبنا 1-0، وكان بتتضمن
في الإجابة في السؤال ده على السؤال اللي بعديه، أنه هو مش عايز الناس تحسبها أنه يحسم من هنا، ما فيش حاجة اسمها يحسم من هنا. يعني كون اتحقق 5-0 في ماتش من الماتشات دي مش النتيجة المنطقية. صحيح. قال يعني السؤالين مع بعض كده، هو ما بلعش الطعم بتاع موسيماني اللي بيخدر، وده أسلوب يعني احنا غلابة وعم خدنا جنبك يا عم بس مش عارف ايه. هو بيهمدك برضه. انما هو لا، فريق قوي، فريق جاي له هدف، فريق صعب، احنا ادركنا صعوبته السنة اللي فاتت، في حساسيات طبعا المباراة دي، لكن عشان نتجاوزها، وده اللي قاله بقى، محتاجين ان احنا ما فيش حاجة اسمها ضغوط، لعبتنا لعبة كبيرة، مش حاجة اسمها ضغوط، لكن في حاجة اسمها ان احنا نعمل اللي علينا، نشتغل، نلعب بسرعة، نلتزم بالتكتيك، نضغط كويس، وبعدين في الاخر اللي هي الحتة اللي مش في ايد حد، التوفيق. صحيح. ده ملخص اللي قاله، وهي كلها يعني على ارض الواقع ردود منطقية جدا. طيب، هي المباراة الساعة 6 زي ما قلت لحضراتكم، طاقم التحكيم الكونغو برازافيل، الحكم نجامو ندالة، ده مواليد 87. ندالة اختير لإدارة مباراة الذهاب، مباراة القاهرة. ندالة مش عايزين ندالة بقى، مش عايزين ندالة من بكاري جسامة، لأنه الحقيقة ما أن أعلن عن اختيار بكاري جسامة، وما أدراكم ما بكاري جسامة بكل تاريخه اللي مش عايزين نتكلم عنه دلوقتي، مع الاهلي فاكرينه ماتش الوداد في الفاينل، وفاكرين سان داونز مباراه العوده هنا السنه اللي فاتت ازاي كانت في المباراه. انزعاج الاهلي وتخوفاته الحقيقيه من تعيين بكاري جسامه لمباراه العوده خلت الكابتن محمود الخطيب بمجرد ما اعلن الاختيار اجرى اتصالات مهمه مع مسؤول الاتحاد الافريقي. الاهلي سجل انزعاجه عن اختيار حكم عنده هذا التاريخ مع فريق النادي الاهلي، وسجل مخاوفه الشديده من مساله انه يجي حكم اعتاد مخالفه اسس العداله في المباريات وكانت ضد الاهلي باستمرار. هل هي صدفه؟ ونفس الفريقين، انت بتحكم الاهلي وسان داونز وبتحكم للاهلي وسان داونز برضه مباراه العوده. اختيار عليه علامات استفهام وكتير من علامات التعجب الحقيقه. لكن زي ما قلت لكم، الاهلي سجل اندهاشه وسجل مخاوفه وسجل موقفه لدى الاتحاد الافريقي منذ لحظه تعيين بكاري جسامه بهذه الجسامه لمباراه العوده. التحكيم بقى مشكله كبيره. ده جزء من التوتر اللي مش مفهوم. هو انا ليه تملي ده بيحصل؟ ليه تملي ان الناس تحطها تحت دائره الارتياب والشك؟ يا جماعه الكره مش كده. الكره ما تجيش تقول لي اصل احنا وساد قراره والتحكيم. طب لا، هو ما فيش الا الحكمين اللي لازم يبقوا كل مره عليهم مشاكل مع 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 الانديه. ما انت كمان لما تشوف السوابق، مش الاهلي بقى، اي نادي تاني. اي نادي تاني اعكسها. لا، في نادي اعتاد ان هو يخطئ من غير موفق مع جنوب افريقيا، ما تحطلوش الحكم ده. ايه المشكله يعني تجيب حكم ما عليهوش علامات استفهام؟ ترشحولي قدام الهلال وبعدين لما نحتاج طب بلاشه، بس هو متخزن له دور جاي بعدين يا سيدي. لا، لحظته ما ينفعش. ما ينفعش ان يبقى هو اللي كان موجود قبل كده وفي ملاحظات اللي قام بالدور. الله. هو ساعد مؤكد طبعا. كان مساعد ان النتيجه على الاقل تبقى الجاب بالمنظر ده. وقبل كده مع الوداد. يعني مش ممكن ضاع لنا لقب مهم جدا علشان اجوان اتلغت. هي اجوان صحيحه. صحيح. الاهلي مع صن داونز قبل كده لعبوا 6 مباريات، الاهلي فاز ب3 وصن داونز فاز مره واحده. الاهلي سجل 9 اهداف في شباك صن داونز، والفريق الجنوب افريقي سجل 8 اهداف. هدف سيد عبد الحفيظ في صن داونز كان في 8 ديسمبر 2001 في النهائي
1-1 في بريتوريا، وسجل سيد عبد الحفيظ زي ما حضراتكم شايفين هدف الأهلي. ده كان في 2001. هل يسجل سيد عبد الحفيظ هدفا في هذه المباراة من خارج الملعب؟ نتمنى. نتمنى. 21 ديسمبر 2001 كان إياب مباراة النهائي في القاهرة، وسجل خالد بيبو هاتريك في شباك سان داونز، نفكر حضراتكم بيها وإحنا بنستعرضها علشان يتوج الأهلي في 2001 على حساب سان داونز، وياخد السوبر الأفريقي في نفس البطولة على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، علشان يسجل الأهلي هذا التفوق على كرة أبناء مانديلا. أهداف الأهلي في سان داونز 2007، 7 إبريل 2017 كان ذهاب الدور ال 16 في بريتوريا، تعادلوا 2-2، الأهلي تقدم الأول عن طريق محمد بركات وفلافيو قبل ما يتعادل سان داونز زي ما تشوفوها حضراتكم. فرصه واتلعبت على طول اماميه وحلوه. الاهلي عنده 8 بطولات في دوري الابطال، عنده 82، عنده 87، عنده 2001 2005 2006 2008 2012 2013. صاحب الرقم القياسي في دوري ابطال القاره هو النادي الاهلي. سان داونز عنده لقب واحد بس حققه في 2016 على حساب الزمالك، يعني سان داونز المرة الوحيدة اللي صعد فيها على منصة التتويج كان على حساب الزمالك. والأهلي عنده 8 ألقاب في هذه البطولة. اللعيبة المرشحة لمباراة السبت ولعبوا مباراة المباراتين في الموسم الماضي كان الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وعلي معلول وأيمن أشرف والسلية وأحمد فتحي وحسام عاشور وحسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايوة ومروان محسن. الأهلي اتأهل كتان المجموعة برصيد 11 نقطة، لكنه كان حتى اللحظات الأخيرة على رأس المجموعة. وسان داونز اتأهل كأول مجموعة الثالثة ب 14 نقطة. طيب الآن مستواك عامل إزاي ومستواي عامل إزاي؟ الأهلي بيتصدر الدوري زي ما حضراتكم عارفين، وزي ما لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية قالت إن ده أفضل مردود لأي فريق في الدوريات المحلية هذا الموسم حتى الآن ب 48 نقطة من 16 مباراة، بينما سان داونز الثاني في دوري جنوب أفريقيا ب 42 نقطة من 20 مباراة. الأهلي بيدربه ريني فايلر، ودي أول مباراة يواجه فيها سان داونز، بينما سان داونز بيدربه المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، رائد نظرية التنويم المغناطيسي في الكرة الأفريقية. لو عايز تدي لقب لموسيماني فهو رائد نظرية التنويم المغناطيسي بجدارة. تسمع منه كلام السهنات قوي، انتوا احسن نادي، اروح فين انا فيكو، الخمسة مش ممكن تتكرر، الاهلي احسن من برشلونة، الاهلي اقرب للفوز، مباراته هنا في القاهرة هتساعده كتير. هتسمعوا كلام كده، لكن كويس قوي ان ريني فايلر بدهاء وبذكاء ما بلعش الطعم زي ما المهندس عادل قال، والكابتن سيد عبد الحفيظ حتى في كلامه مع اللعيبة أكتر من مرة مش هنبص باهتمام لكلام موسيماني. يا سيدي هتشكر فينا شكرا مقدما وفي غنى عن كلامك، احنا في حالة تركيز لأن المباراة فعلا مش محتاجة إلا الهدوء الشديد والتركيز التام وروح الفانيلا الحمراء مهما قال موسيماني في الكلام اللي هتسمعوه. We face a big club, the team of the century. احنا هنلاعب هنواجه فريق كبير. من فضلك بس هو بعد ما يخلص الباراجراف بتاعه كامل حضرتك. خلاص اوكي. خلاص بقى انت ترجم بقى بعد ما يخلص. لا عشان انا متعود على طول وهو شغال بنترجم. سوري كوتش. ايو دان اوكي هير وي جو. يا بيج كلاب
tough game for us. Big expectations, of course. But we understand the mood. We understand the mentality. Maybe from last year's results, and we know it's going to be difficult, and it's not going to be the same as last year. إحنا هنقابل فريق كبير. فريق القرن الافريقي يمكن في ذاكره عشان المباراه بتاعه السيزون اللي فات هتمثل صعوبه على المواجهه اللي بيننا وبين النادي الاهلي السنه دي. Yeah, we are facing Ali at the wrong time. احنا بنقابل الاهلي في الوقت الغلط. They've been winning everything, yeah. I think, if I'm not mistaken, 15 or 16 games. It's not possible. بيكسبوا كل حاجة. اللي أنا فاكره 15 أو 16 مباراة. I think they scored more than 40 goals. هدفوا أكتر من 40 مرة، 40 هدف. Considered maybe less than 3 goals or less than 5. تلقى مرماهم 3 أو 5 أهداف. So even Real Madrid and Barcelona don't have that. ريال مدريد وبرشلونه ما عندهمش الريكورد اللي الاهلي موجود عنه. لو سمحت يا جماعه، لو سمحت من فضلكم التزم بالمؤتمر. It's a fact. Those are the results. So that's what we see every time when we check Ali. We see win every day, every night, win goals and goals. احنا كل يوم بنشوف وموجود في التاريخ ان الاهلي ده موجود، كل يوم بنشيك على المباريات بتاعتهم، مكسب مكسب مكسب. So that's why we are very cautious and we step right and we respect the space. علشان كده احنا محترمين وجايين محترمين الفرقه اللي احنا جايين لها. Yeah, that's where we are. احنا عشان كده موجودين هنا. Kikana, as you are the captain of the team, what would you like to say about tomorrow's match on behalf of your colleagues in the team? Assalamu alaikum. Yeah, firstly, as players, obviously, we excited to play the team of the century, which is Al Ahly, and obviously, myself, when I was young, I used to watch Al Ahly, you know, as a team that we grew up supporting. Yeah. إحنا مبسوطين إن إحنا هنلعب النادي الأهلي. أنا الفريق المفضل بالنسبة لي وأنا كنت طفل وكبران عليه وبيشجعه فريق النادي الأهلي. So it's gonna be a match that we come here with respect. المباراة دي إحنا جايين لها وعاملين لها احترام كبير جدا. And we know very well that it's not gonna be easy match for us. إحنا عارفين الكلام ده كويس، هي مش هتكون مباراة سهلة بالنسبة لنا. As the coach said, they've been winning and winning and. زي ما المدرب قال إنه دايما بيكسبوا. No, in the back of our mind that we were playing a very, very, very good team in Africa. إحنا في دماغنا وعقلنا وتفكيرنا إن إحنا هنلاعب فريق كبير قوي في أفريقيا. Thank you. طيب، ما خرجش عن الكلام اللي إحنا متوقعينه. تعظيم في شأن الأهلي وإحساسه بقيمة الأهلي، وهو يعني ممكن يبقى صادق ولكنه بيقولها بطريقة تنويم المغناطيس. لكن طبعا هو قال الكلام الاحترافي بقى، احنا جايين عارفين بنلعب فرقه كبيره على ملعبها وبنتابع نتائجها وعارفين الماتش مش سهل وبنحترمه الاحترام الذي يستحقه. وايضا فايلر بيقول نفس الكلام، نحترم المنافس. الاثنين عارفين ان المباراه دي ربما تكون هي النهائي المبكر للبطوله، فربنا يوفق الاهلي باذن الله. هذا ما نتمناه. العين بالعين، بس هي فين العين اصلا؟ هي فين؟ يعني بتتكلم على المبدا العادل، العين بالعين والسن بالسن واليد باليد والبدي اظلم. المبدا ده مبدا اساسي لاقرار العداله بين البشر. لكن لما نسمع الكابتن رضا عبد العال بيحاول يبرر ما حدث في انسحاب الزمالك من مباراه القمه، وان الزمالك ما لعبش لانه الاهلي هو اللي انسحب قبل كده من هذه المباراه. على فكره مفهوم كلمه الانسحاب حتى
اللي بيروجوا لها. اه هو انت لما تقول انا انت ما اتسحبتش يعني المباراه ما فيش فرقه راحت الملعب وانت ما رحتش. ايوه انت بتتكلم بتقول مش عايز العب الا بالترتيب حتى. أيوه. لو ضل رغم ان ده ما كانش الموقف. شوف علشان بس احنا ايه والله ذاكره السمكه دي عايزه لازم يتم التركيز عليها شويه لانه يا جماعه الاهلي والزمالك المباراه ديت حديث الناس وحديث المشكله اللي عملت كل الدوشه اللي خلت سيرتنا على كل لسان في العالم. في كلام اتقال في وسائل اعلام عالميه احنا كمصريين نخجل ان احنا نعرضه ونأسف ان احنا نتناوله بجد، لكن للاسف وصلنا للشكل ده وبقينا بالصوره دي. بس احنا زي ما عرفناش ايه الناس شايفه ايه في احداثنا هنصلحها ازاي يا استاذ ابراهيم. طيب مبدئيا نشوف الكابتن رضا عبد العال لانه بناء عليها هنشوف كل الاستعراضات لوجهه النظر اللي اتقالت. هو انتوا زعلانين ليه ان الاهلي الزمالك انسحب؟ ما الاهلي انسحب من هذه المباراه. نشوف العين بالعين عند الكابتن رضا عبد العال. كابتن رضا، نادي الزمالك النهارده تعمد انه ما يروحش ولا هو كان عايز يروح ولكن طبعا الامور وقفت قدامه عشان الزحمه والكلام ده؟ كابتن رضا بما يرضي الله. قول لي بما يرضي الله. بما يرضي الله قول لي. العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. لا فهمني. افهمك. بص يا حبيب قلبي يا روح. روح النهارده ماشي. بص يا كابتن مجدي اتفضل. الماتش ده مؤجل من الاسبوع رقم كام؟ الرابع. طيب اتاجل ليه؟ لان الكابتن الخطيب صمم ان المباراه ما تتلعبش الا لما الزمالك يلعب ماتشاته، صح؟ انت بتتذكر المؤجلات. انا بتذكر حقيقة. لا ما احنا بص اي حاجه للنادي الاهلي انت مش هتتذكرها. لا لا بس انا فاهم والله يا جماعه. طب كابتن مجدي موجود المعلومه كابتن رضا ده؟ لا هو بصرف النظر. لا ما انا هقول لك بقى. طيب صحيح صحيح يا كابتن. صح. صحيح صحيح. ساعتها طلع قبليها كان الاستاذ عمرو الجناني قايل وبالفم المليان زي ما بيقولوا ما فيش تاجيل لا الاهلي ولا الزمالك. حصل؟ تمام. قلنا اول مره يجي لنا رئيس اتحاد او لجنه خماسيه ذكر وفرحنا. بعد الهزه دي لما النادي الاهلي صمم جري وقال لك الدواعي الامنيه لغت المباراه. طب انت واتاجلت لاخر الدور الاولاني صح؟ تمام. اللي هو دلوقتي بعد الولعه اللي حصلت يوم الخميس. مش في ولعه حصلت يوم الخميس؟ صحيح. وفي كمان ولعه حصلت امبارح بالقرارات اللي اصدرتها لجنه الانضباط. تمام. فكان مفروض من الذكاء ان حد يطلع ويقول لك لدواعي امنيه ماتش بكره يتاجل، بس عشان في الزمالك وفي مرتضى منصور في عند. لا يا استاذ كابتن رضا، كل حاجه هنا انت نسيت. بس الماتش ده ما تاجلش لان الاهلي اصر ان ما يلعبش غير لما الزمالك يلعب ماتشاته. ده الاهلي والزمالك. معلش معلش انا عارف ان انت هو هيرد على نفسه. عارف انك جايب له مستندات بس بعد ما اشرح الاول. طيب خليني اقول لك تسلسل الايام عشان ذاكره السمكه. ما هو انا فاكر كان هيلعب امتى اصلا. بص يا استاذ ابراهيم احنا مشينا في كل الماتشات. الاهلي ماشي وبيكسب بشكل مرتاح جدا. الزمالك بدات عنده تبان شويه مشاكل فنيه واداريه. وجه ميعاد المباراه فوجئنا في نص الليل المباراه بتتاجل وهو ما رفضه النادي الاهلي. النادي الاهلي قال ايه بقى؟ لما قالوا تلعبوا الجونه قال لهم وما فيش مشكله انا عايز اجل لاسباب امنيه انا معترض، لكن هتقول لي اسباب امنيه يبقى ما اقدرش اعترض، يبقى لعبني الاول ماتش الزمالك وكل المباريات الثانيه تتلعب بنفس السيكونس بتاعها او التداعي بتاعها او التتالي بتاعها. ده يا كابتن رضا اللي احتاج عليه. الاهلي احتاج على تاجيل الماتش، مش الاهلي ما رضاش يلعب الماتش. ده انت جبت الموضوع بالمنطق المعكوس. وبعدين انا بس عايز ضبط المصطلحات قبل ما نخش في لان ما تخليني اعمل لك ضبط المواعيد. لا هتضبطها بس والنبي عشان ضبط المصطلحات. لان انا يعني هي دي المشكله المناهده. انك تروح واخد لي المعنى وسايقه في حته تخدم موقفك. الانسحاب يا استاذ ابراهيم يبقى في الملعب. صحيح. ما يبقاش وسائل الاعلام. يعني لما الاهلي يقول مش هلعب وبعدين يروح يلعب يبقى ما انسحبش.
هو امتى انسحب؟ لما فرقه تروح والفرقه الثانيه ما تروحش في الميعاد المحدد وتسحب نفسها والحكم يصفر بعد التلت ساعه وبعدين الفرقه الثانيه تصمت. في اجراء. هات لي مره النادي الاهلي حصل معاه كده. اللي عمالين تقولوا الاهلي ملك الانسحابات، لم يحدث ابدا. الاهلي وهو في الملعب انما تمتنع عن اداء مباراه. ده كلام، ده اللي اسمه انسحاب. انما التلويح بان انا مش هلعب الا اذا لعبتني في مواعيدي او تلعب، ده كلام كل الفرق بتعمله عشان توصل لحقها. انت بتضغط عشان بيراميد عملها، الزمالك عملها، الاهلي عملها، كل الفرق اللي ليها حساسيات بتقدر تطلب هذا الطلب. انا من حقي اطلب الطلب العادل، لكن ساعة ما تتحدد المباراة ولازم اروح الملعب بروح الملعب. ولو تذكر السنة اللي فاتت انا كنت بقول لا يا حلوين مش هننسحب. ايوه انتوا عايزين نبقى في سذاجة انك انت تروح حاططني في موقع عشان اقول لك طب انا مش رايح الملعب. انا بقول لك مش هلعب وفعلا ان انا مش هلعب وان انا منسحب. انا مش هلعب بالشروط دي، انا عايزك تغيرها. انا بتكلم عشان انبهك ان في خلل، مفيش عدالة. انت اصريت على الخلل وانا شايف ان انا ما يصحش ان انا ما اروحش وما العبش لان هضر المسابقه وضر نفسي فبروح. هات لي مره الاهلي ده ضبط المصطلحات في الملعب، ضبط المواعيد عشان بس ذاكره السمك، لانه المباراه كانت في الاسبوع الرابع. دي النكته يعني بالظبط. المفروض الناس ما لحقتش تنسى او ما لحقتش تبقى في مؤجلات. قال لك الاهلي قال مش هلعب القمة إلا لما تتلعب المؤجلات. يا عم مؤجلات هي دي المؤجلات ده انت هي دي انت لسه دي في الأسبوع الرابع. القصة عشان العين وبالعين بس، الزمالك كان المفروض هو والأهلي هيلعبوا في الأسبوع الرابع يوم 19/10 19/10. الزمالك الكاف فجأة قرر مباراة الزمالك وجينيراسيون لو تفتكروا خلاها 24/10 يعني بعد لقاء الاهلي والزمالك بخمس ايام، المده الطبيعيه ممكن ازيد من الطبيعيه كمان لان المباراه كانت هنا. لكن الزمالك رفض وطلب تاجيل مباراه القمه. ليه يا عم؟ ما دول خمس ايام. قال لك لا مش هلعب مع الاهلي، مش هلعب مع الاهلي. يعني مش هلعب مع الاهلي لو السماء انطبقت على الارض، حسب المصطلح اللي اتردد وقتها واللي اتكرر اخيرا. اتحاد الكرة النادي الاهلي اعترض رسميا على فكرة التأجيل يا كابتن رضا. مش العين بالعين، ده الاهلي اللي اعترض على فكرة التأجيل او على طلب الزمالك التأجيل وتمسك بإقامة المباراة في ميعادها القانوني يوم 19، خاصة انه مش رخامة ولا غلاسة، مفيش مبرر للتأجيل 19/25. ايه المشكلة؟ او 19/24 يعني خمس ايام. الاهلي اعترض رسمي على فكرة التأجيل، وأكد اتحاد الكرة كمان استجابته لطلب الأهلي إنه مين قال إن احنا هنأجل المباراة في ميعادها القانوني، المباراة في الميعاد المتفق عليه. أوكي؟ حسنا فعل وقال، رغم تهديد نادي الزمالك وقتها. لكن فجأة اتحاد الكرة بيأجل مباراة القمة بعد نص الليل. طيب علشان الزمالك يستريح؟ لا، ده يوم 19 اللي كان الاهلي هيلعب فيه مع الزمالك حطوا للزمالك مباراه مع المقاولين، وكانه بالفعل الهدف ابعاد الاهلي عن الزمالك في الفتره دي كده. عين عين سن ايه وعين ايه؟ هو ده العين وهي دي السن، وهو ده الاظلم وده البادئ وده الحدوته كلها. ابعد الاهلي عن لقاء الزمالك اليومين دول، خليها تعدي. فتحط مباراه للزمالك مع المقاولين يوم 19 اللي كان المفروض يلعب فيه الاهلي مع الزمالك، ويلعب الزمالك مع جنراسيون فوت يوم 24 زي ما هو. عشان هو قال ايه؟ احنا ما صدقنا جن رئيس اتحاد ذكر. ذكر. طب ما هم نفسي. اتحاد الكوره وقتها، وده برضو يا جماعه جزئيه مهمه، لانه الاهلي قال لا حيث الامر كده انا مش هلعب مباراه قادمه الا لما العب بمباراه الزمالك. مش علشان انا بحط العربه قدام الحصان
ولا ان انا بعجز المسابقه ولا القائمين على اتحاد الكوره. بسمع كلامك. علشان ده انا بنفذ اللي انت قلته. انا بحترم الجدول اللي سيادتك قلت لي احترمه واللي طلعت قلت هنحترمه. فكان الاهلي موقفه المبدئي سليم مش 100% 1000%. يا اخي ما عندكش مبرر ان انت يوم 19 انت اديت الزمالك مباراه تانية. عارف يا استاذ ابراهيم بلاها ديت خد ديت. هو جيم النادي الاهلي عندما توجه اليه عشان هو بعد كده هي دي بقى اللي حصل. ايه الموقف بتاع النادي الاهلي؟ سليم وواضح جدا يا باشمهندس. ايوه هو بيتهاجم. هو الكابتن رضا قال ايه؟ الوزير راح له عشان يقنعه انه يلعب عشان الماتش اللي هو ده طلب تاجيله. بالعكس عكس الموضوع تماما. طيب الاهلي احترم هذه الخطوه وبدل ما يركب دماغه ويقول طب مش هلعب الجونه غير كده قال خلاص الماتش هيتاجل وفي ظروف امنيه وخصوصا ان حصل اتصال وقالوا دي مش هينفع يتلعب خلاص للظروف الامنيه في لحظتها. فالاهلي امتثل للتعاون بالزبط. للتعاون مش لانه العين بالعين والسن بالسن. الاهلي لانه حتى دي تقيل فيها. هو الاهلي لما صمم و كابتن الخطيب اصر انه مش هيلعب والوزير راح له البيت واتقال ازاي يروح له البيت وما يجينيش البيت. هو الاهلي ما كانش غضبان الا في الحق لانه معاه الحق ومعاه المنطق ومعاه الجدول اللي انت سيادتك بعته له. فبالتالي حدث الاجتماع المسؤول في مكتب في منزل الكابتن محمود. ممكن اضيف بس معلومه مجلس الاداره. لا معلومه صغيره قبل ما تخش في التفصيله دي مهمه جدا. انت لما جيت طلعت في نص الليل انك الماتش اتاجل لاسباب امنيه. عاده لما بيبقى في اسباب امنيه النادي الاهلي وكان النادي المنظم بيحصل اجتماع او لقاء بين الجهه الامنيه واتحاد الكوره والنادي المنظم بيتم اختاره قبل اتخاذ القرار ان مش هينفع تلعب ماتشك ده عشان هيتاجل وبيختار النادي التاني. لم يتم اي شيء من هذا. يعني كان في نوع من التعمد انه يطلع في نص الليل. طيب اما وان اتحاد الكوره خرق النظام انتهك الجدول اصر على قرارات ودفع بانه الظرف العام سبب التاجيل. النادي الاهلي تقديرا للظرف العام استجاب. عقد هذا الاجتماع المهم. كابتن محمود الخطيب وقتها كان مريض فكان لازم الفراش ما كانش بيتحرك من البيت. ان ينتقل اليه المجتمعون شيء دي قيمه النادي الاهلي ودي مكانه الكابتن الخطيب رئيس النادي الاهلي وظروفه وده تقدير الظرف اللي موجود ظروفه هو ما انت عايزني اتنازل عن حق شرعي وواضح وهو انه المواعيد كده والظروف الصحيه يا استاذ ابراهيم ساعتها. وطلع النادي الاهلي ساعتها بيان بيعظم فيه الموقف التعاوني او الموقف المتعاون اللي حصل وبيقدر الظرف العام والاعتبارات الامنيه اللي ادت الى تاجيل مباراه القمه عن ميعاد 19/10. ففجاه الاهلي اللي استجاب ولعب مع الجونه بعديها تقديرا للظرف العام لانه انا مش واخد موقف لا غلاسه ولا رخامه ولا ان انا بحط العربه قدام الحصان. ده انا بطالب اتحاد الكره يحترم المواعيد اللي هو الزمني بيها مش اكتر. دلوقتي يبقى العين بالعين يبقى الاهلي هو سبب المشكله المؤجل. دلو الحقيقه اللي الاهلي اصلا هو اللي كان رافض التاجيل بالظبط متماسك بالميعاد مش الاهلي اللي طالب التاجيل. ان الاهلي طالب التاجيل والعين بالعين ما علينا احنا. يعني كابتن رضا عبد العال الحقيقه كابتن محمد فاروق وهو وقتها اتورط في المعلومه. قال انا مش فاكر يعني برضه ما الاهلاويه كده هيقول لك مش فاكر. لا مش الاهلاويه بيقولوا مش فاكر. لا يا كابتن رضا ده كابتن محمد فاروق مشكورا في الحلقه التاليه اهتم انه يتصل بالكابتن رضا عبد العال بالتليفون عشان يقول له حقيقه الامر. لما عرف بقى الموضوع مش لما اتقال له من الاعداد الموضوع المواعيد كانت 1-2-3 مش الاهلي اللي طلب التاجيل ده الزمالك اللي رفض انه يلعب. محمد فاروق في اتصال تالي مع رضا عبد العال نشوف. بس بقول لك انت قلت معلومه غلط امبارح. ايه بقى المعلومه الغلط؟ واللي بص والاعداد للاسف بقى معايا مش هو ها الاعداد معايا ما كانش معايا الخط ما رضاش يتكلم وسكت وانا قلت لك معلومه صح لان ده رايك واحنا طبعا ما بنقولش راي يعني او راي الضيف. قول لي ايه انا غلطت فيه؟ رقم واحد ان اللي طلب التاجيل في ماتش الاهلي والزمالك في الاسبوع الرابع
كان الزمالك وليس الاهلي. طيب ما اترفض. ما اترفض التاجيل وقال لك مفيش تاجيلات. حلو. خلاص. واخد بالك انت وقال لك بطي القمه هتلاقي في معاد. ايوه انت قلت انت يا كابتن لازم تبقى عارف ان الزمالك كان عنده ماتش كان امام بطل السنغال. ايوه بالظبط. ونادي الزمالك رفض ان هو او طلب التاجيل فبالتالي طلب التاجيل واترفض. واترفض. وبعدين ده النادي الاهلي قال لك مش هلعب الا لما النادي الزمالك يلعب مؤجلات. حلو. يعني الاهلي كان عايز يلعب. لا انت قلت الاهلي يا كابتن ما كانش عايز يلعب. خلي بالك. لا خلي بالك من الكلام. مش عايز يلعب يا حبيبي. امال انت قلت ايه؟ لا انا قلت ان هو للنادي الاهلي قال مش هلعب الا لما الزمالك يلعب مؤجلات. طب هو ما كانش في مؤجلات اصلا يا كابتن. لا كان في ماتشين مؤجلين. ده كان الاسبوع الرابع يا كابتن. يا كابتن كان الاسبوع الرابع. لا كان في ماتشين مؤجلين عشان افريقيا. يا كابتن احنا كنا في الاسبوع الرابع والزمالك لعب اصلا كل الماتشات. ايوه ما كانوا اتذكر كده يا كابتن رضا. ما كانش في اي مؤجلات. احنا لسه بنبتدي. احنا بنأجل ليه؟ ايه؟ طب والوزير راح للكابتن الخطيب البيت ليه؟ لا عشان انت خلاص النادي الاهلي قال لك انا متمسك بموقفي وان انا مش هلعب الا لما نادي الزمالك يلعب مبارياته. تمام؟ طيب ما هو ده اللي انا قلته. الدواعي الامنيه بقى قلت انت كده؟ لا انت قلت النادي الاهلي رفض وتاجيل. خلي بالك. يا حبيبي لا يا حبيبي انا قلت ان هو قلت يا كابتن هو ما قلت النادي الاهلي ما رضيش يلعب الا لما الزمالك يلعب مؤجلات. طيب ارجع للفيديو. يعني ما طلبش. ماشي تمام. ارجع للفيديو هتعرف ان انا صح. طب معلش هما الاثنين كانوا ناسيين ولذلك هي دي المشكله. يا كابتن رضا زي ما قال لك الكابتن محمد فاروق ده كان الاسبوع الرابع ولا ماتش كان متاجل. ده اول ماتش يتاجل كان بتاع الزمالك اللي رئيسه طلع قبل كده قال مش هلعبه مش هلعبه. فاتحاد وبعدين جه في نص الليل خد القرار ان في تاجيل الظروف امنيه دون ان يشرك الاهلي منظم المباراه في الامر ولا كما جرت العاده انه بيبقى موجود في الصوره. اذا الماتش صاحب المشكله اللي اتاجل كان هو الاهلي والزمالك. لا كان في ماتشات الاهلي قال لازم الزمالك يلعب مؤجلاته ولا العكس صحيح. الاهلي لما اتقال له العب الجونه بدل الزمالك قال لهم لا العب انت هتاجل لي زمالك العب الزمالك ثم الجونه بنفس الترتيب. لكن الماتش اللي اتاجل كان هو ماتش الزمالك. لا الاهلي طلب التاجيل بالعكس اللي قال مش هلعبه الزمالك قبليها باربع خمس ايام وبنفس الحلفانات واللي اتعودنا عليها وبنفس الكلام. هو خطوره الكلام ده انما خطوره الكلام ده انها بتعتمد ان الناس نسيت. ناس نسيت والشباب بيبنوا الجمهور هيبني مواقف واراء على ده على الكلام ده. طب مش احنا شرحنا؟ اه والادله اهي اه بالتلفزيون وصوت وصوره وكل حاجه موجوده بالتواريخ. لا هتبقى البانه وهيبقى في اصرار عليها زي نادي القرن بالظبط. طب ما تخلينا نشوف مهيب عبد الهادي من قبل المباراه من قبل مباراه 19 اكتوبر يعني في 10 اكتوبر تقريبا كان بيرد على الكابتن رضا عبد العال. نشوف القصه الثانيه. مباراه القمه بين الاهلي والزمالك في الدوري تم تحديد ميعاد المباراه. كان مباراه الاهلي والزمالك يوم 19. طيب مباراه الزمالك دلوقتي ده اذا وافق بقى الجانب السنغالي يوم 24. بكده المفروض وحط تحت المفروض دي مليون خط ان موضوع مباراه القمه انها تتلعب في ميعادها وما تتاجلش. يعني كلام نهائي قمه الاهلي والزمالك هتكون المفروض يوم 19 وده اللي قاله اتحاد الكوره مفيش تاجيلات والاهلي مش موافق وعايز يلعب المباراه يوم 19 والزمالك دلوقتي بيقول لك لا انا العب مباراه جنريشن يوم 24 واجل مباراه الاهلي. مباراه قويه ومباراه قويه مباراه قمه هنا ومباراه بطوله دوري ابطال افريقيا. الموضوع ده هيتحل ازاي؟ كل ما نطلع من نقره نقع في ضحضيره. هو في ايه؟ انا مش فاهم حاجه. انتوا فاهمين حاجه؟ خلصنا من القرار اللي قعدنا نترقبه وقعدنا واحنا بننام نحلم ايه اللي هيحصل. الماتش هيتعاد ولا مش هيتعاد ولا الزمالك هيصعد ولا بطل السنغال يصعد اللي دخلنا هنحلم تاني ان المباراه يوم 19 هتتاجل ولا مش هتتاجل ولا الاهلي هيلعب مع الزمالك ولا الاهلي هيوافق ولا الزمالك مش هيوافق. هو في ايه بالظبط؟ لو حد فاهم يعني يبعت لي ويفهمني. ما علينا مباراه يوم 19
والزمالك هيلعب يوم 24، طب اجل 19 ليه؟ وما لعبش 24 ليه؟ لا يعني انت فاهم وانا فاهم والناس كلها فاهمه، والكابتن رضا عبد العال لما يسمعك دلوقتي هيبقى فاهم وكل حاجه. ازاي الناس عندها قدره تعكس يعني الموقف اللي انت اللي طلب التاجيل كان نادي الزمالك، واللي اجل كان اتحاد الكوره، واللي رفض التاجيل كان النادي الاهلي، وما كانش فيه اي مباريات مؤجله. لما انت صممت وقلت دعوه امنيه قال لك العبها بنفس الترتيب، ادي اللي حصل. وفي الاخر لما حصل اتصالات بيه من كبار المسؤولين وتقديرا لتدخلهم النادي الاهلي، وهذه تضحيه انه ما تشبثش وقال انا هلعب ماتش الجونه بس من فضلكم راعوا في اللي جاي ما يحصلش تاجيل. بالظبط ادي اللي حصل. يديني بقى عليها كلام تخلق اتهامات واتهام بالمجامله، ليه الحقيقه وليه راح زار الرئيس الاهلي في البيت وما راحش زارني، واصله الاهلي ساعتها كان عايز ياجل. بصوا الكلام اتعكس والدور الاول لسه ما خلصش، عايزين تعملوا ازاي بعد كده؟ التاريخ بيتبين عليا اساسا. هي دي يا استاذ ابراهيم، يعني النهارده اما تيجي تقول اللي حصل في الماتش الاخراني ده، الزمالك عايز ينسحب اوكي ماشي يتحمل قراره لو ينسحب بوضوح، لكن هو كان عايز ينسحب بس مش عايزها تبان انه ينسحب، فاتحصل سيناريو. طيب اه بالظبط، لكنه حتى للتذكير لتنشيط ذاكره السمكه اللي اتبنى عليها اتهامات دلوقتي وليه راح زار واشمعنى انا؟ طب ما نشوف وقتها كان موقف النادي الاهلي ايه وفقا لما نشر في كل وسائل الاعلام بره وجوه. هنفكركم اليوم السابع في 8/10 يعني قبل كلام مهيب ده بيومين، الاهلي يرفض تاجيل مباراه القمه امام الزمالك. وتاني يوم 9/10 في المصر اليوم الاهلي يرفض تاجيل القمه. و9/10 في بوابه الاهرام الاهلي يرفض طلب الزمالك بتاجيل لقاء القمه. طلب الزمالك بتاجيل لقاء القمه يا كابتن رضا. بره وجوه البيان الاماراتيه الاهلي يصدر بيانا قويا بعد تاجيل القمه. البطولة المغربية الأهلي يرفض استكمال الدوري المصري احتجاجا على تأجيل مبارياته. العكس تماما، مباراته مع الزمالك عكس الموضوع. فالعين بالعين ايه والسن بالسن؟ ما بقول لكم هي فين هي كانت عين مين وسن مين بس؟ الرياضية صحيفة الرياضية السعودية الأهلي يرفض لعب أي مباراة قبل لقاء الزمالك. هو ده كان الموقف، هو ده من هنا تأجيل الماتش هو اللي خلق هذا الموقف مش العكس. وبعدين يتقال قصة الانسحابات بقى، هو الاهلي في مواقف كتيره بيعترض او بيمتنع عن اداء مباراه علشان في لخبطه حاصله او في اعتراض على مواعيد، وبيبلغ موقفه مسبقا ما حصلش ان هو لا ودى لعيبته في اتوبيس ولا طلعوا كوبري رمسيس، ما حصلش انه الاهلي ناور وقال هلعب وما لعبش او ما راحش، لا في موقف واضح وثابت بيستند على اعتراض في ميعاد معين على تصرف معين بشكل واضح. لكن على ذكر الانسحابات في لقاء القمه، موسم 95/96 كانت مباراه شهيره جدا الاهلي والزمالك. اتحاد الكوره اسند لقادر عبد العظيم اداره هذه المباراه. الاهلي اتقدم بهدف احمد فيليكس اهو، واحد من الاهداف النادره في مرمى نادر السيد. ده الهدف الثاني لحسام حسن اللي اتهموه بالاوفسايد، يعني الجون الاولاني احمد فيليكس، ده الجون الثاني حسام حسن تقريبا كان في الدقيقه حاجه و30 يعني 42. المباراه كان الدقيقه 42 الجون الثاني في الدقيقه 42 كان قبل النهايه بخمس دقائق. يعني بص الزمالك وافق على الكابتن قادر عبد العظيم ولعب المباراه، والاهلي اتقدم بجون احمد فيليكس ثم اضاف حسام حسن الهدف الثاني قبل النهايه بخمس دقائق. دلوقتي الناس لما بتتكلم اصل الزمالك انسحب اعتراضا على اسناد المباراه للكابتن قادر عبد العظيم، لانه الزمالك كان معترض على قدري والاهلي اعترض على حكم ثاني ما جابهولوش. لا الموقف بالواقع اهو مش صحيحه. الاعتراض كان عارفين كان على ايه؟ الاعتراض كان اعترف به الكابتن نبيل محمود مدافع الزمالك في هذه المباراه اللي كان مغطي الاوفسايد بتاع الكابتن حسام حسن. بعديها بسنين الكابتن مدحت شلبي ساله هو انتوا انسحبتوا ليه؟ نفكركم.
احنا كنا بنعرض دلوقتي المباراه الشهيره عام 1996 بين الاهلي والزمالك، واللي انسحب فيها الزمالك في اخر خمس دقائق بعد جون فيليكس. وحضرتك اللي كنت مغطي، هل انت كنت مغطي ولا كان هو اوفسايد يا كابتن نبيه؟ لا في الحقيقه ما كانتش اوفسايد خالص يعني. ما احنا كمان يعني لو الناس ما تعرفش، الساده المشاهدين، كان انسحابنا بامانه ما كانش بسبب الاوفسايد، كان بسبب كان في شويه، لو حضرتك فاكر يا كابتن مدحت، شويه لغط على حكم المباراه قبل المباراه. فاحنا لحد وقت المباراه ما كناش نعرف حكم مين. وقتها النادي طلب حكم معين يستبعد يعني، ونادي الزمالك طلب حكم معين يستبعد. ففوجئنا في المباراه ان الحكم اللي الزمالك طلبه يستبعد هو الموجود، اللي هو الكابتن ادري عبد العظيم. يعني هو انت عارف بيبقى في بعض يعني بعض الحكام بيبقى يعني يتهموا، هم طبعا هو راجل قاضي والمفروض ان ما حدش يعلق يعني على قراراته او يعلق على قراراته. لكن يجي يقول لك ده زملكاوي ده اهلاوي وهكذا، واحنا عارفين يعني بعض الحكام بيتهموا ان هم زملكاويه واهلاويه. فاحنا بامانه ادينا مباراه تحت ضغط كبير قوي من مجلس ادارتنا في المقصوره، شايفين مشاكل كبيره واحنا في الملعب مش عارفين ناخد قرار، وقبل المباراه والجهاز الفني بتاعنا ما قدرش ياخد قرار. فبامانه كان خروجنا من المباراه يعني خلاص، هو كان النادي الاهلي كان يكفي التعادل ناخد الدوري في المباراه دي. وطبعا النتيجه كانت 1-0، والهدف ده اعتقد كان في الدقيقه يعني 42 43 تقريبا يعني، المباراه كانت انتهت والدوري كان انتهى. فاحنا يعني كده بالبلدي كده قلنا ايه، نضلمها بقى علينا وعلى النادي الاهلي وعلى كله ونعمل الواقعه دي بامانه يعني. لكن هي الكوره ما كانتش اوف سايد خالص بقى. لا طبعا ما كانتش اوف سايد. وهو ده طريقة استغلال الأحداث السابقة والمش عارف إيه، في إنك أنت تبرر حاجة ما حصلتش في الملعب، حتى لو كان في اعتراضات على التحكيم، حتى لكن التحكيم كان صفارة، ما فيش ولا غلطة في الماتش. الجون اللي انسحبوا عليه أدي الكابتن نبيل محمود اللي كان في الواقع قال لك كنا نضرب كرسي في الكلوب، لأن ده كان معناه ضياع الدوري على الزمالك، الأهلي كان عايز التعادل وده كان الجون الثاني، فالموضوع خلص، فكان يعني نبوظ المشهد ده مرة. طيب ده اللي اسمه انسحاب من الملعب. طيب دي 95 96، ايه العلاقه بين 95 و 2008؟ هو ايه اللي بيجي الاول، 95 1995 بتيجي الاول ولا 2008 بتيجي الاول؟ طب ما نشوف عند الكابتن عفت نصار هو ايه اللي جه الاول بالظبط. وبعدها باسبوع أدرى أبو عظيم كان هو اللي ماسك قناة النادي الأهلي، البرامج الرياضية في النادي الأهلي، عادي مكافأة عادية وعلى الملأ مفيش مشكلة، لأن الزمالك فقد الناحية الإعلامية بتاعته اللي أنا بطالب بيها المستشار المرتضى منصور، بقول له عليها لازم عندك ناحية إعلامية، الإعلام هو النجاح. أنت بتحب تتكلم على أنهي سنة؟ فريق أحلام. طب ده ما كانتش قناة الأهلي، كانتش موجودة. لا كانت موجودة قناة الأهلي في الوقت دوت. لا ما كانتش موجودة. لا كانت موجودة ومسك أدري بعدها، مسك أدري بعدها مدير البرامج الرياضية في النادي الأهلي. في النادي الاهلي برامج رياضيه في النادي الاهلي ازاي؟ في قناه النادي الاهلي. ما كانش فيه قناه الاهلي الاهلي ساعتها. لا كان فيه. يعني انت هتعرف اكتر يا كابتن عفت، ايه المقاوحه دي؟ قناه الاهلي اغسطس 2008 كانت موجوده برايك. ايه رايك بقى؟ قناه الاهلي اغسطس 2008 بس كانت موجوده في سنه 95 عشان النادي الاهلي، عشان الحكام بيجاملوا النادي الاهلي، فبعدها باسبوع. طب استنى بقى، ممكن اقول ايه بس مسك لا ممكن الرياضية. ممكن اقول ايه هو اتلخبط في التواريخ، بس هل الكابتن ادري عبد العظيم عمره مسك البرامج الرياضيه في النادي في القناه؟ ده حتى الواقعه مش موجوده. طيب مفيش برامج رياضيه في قناه رياضيه. بس خلاص هي هو الهدف ازاي نقدر رياضيه في قناه رياضيه صح. ازاي نقدر نزكي مشاعر التعصب عند الناس، وازاي نشوشر على النادي الاهلي، وازاي نصدر صوره تانية للاجيال الجديده. خلى سنه 2000 الحدث اللي حصل في اغسطس 2008 انطلاق قناه الاهلي يحصل في 95 او بعد 95 باسبوع بس. طيب طبعا في وقع طرد قبل كده للكابتن ايمن عبد العزيز في موسم 99، الزمالك انسحب من لقاء القمه بعد دقيقتين او خمس دقائق من البدايه، وكان حكم اجنبي بقى، كان الحكم الاجنبي مارك باتا. اهي اللقطه، الانقضاض من الخلف مع كابتن ابراهيم حسن على ما اذكر، وبناء عليه الحكم طبق القانون وطرد لاعب الزمالك. اعترض الزمالك واحتج وخرج من الملعب، ما رضيش يكمل. بس عارفين كابتن فاروق جعفر بعد فترة طويلة جدا
لان هو كان مدرب الزمالك في المباراه ديت. فسر هو ليه الزمالك انسحب من لقاء القمه بعد خمس دقائق بعد طرد ايمن عبد العزيز. نشوف الكابتن فاروق. القرار كان قرارك يا كوتش ولا جالك من فوق؟ لا لا قراري. كان قرارك انت. قراري يعني انا قراري، بس انا ما خدت قرار ما يعني انا شفت ان في ما فيش يعني من اول ده في الدقيقه الثانيه. يعني في الدقيقه الثانيه كره مشتركه بين ايمن عبد العزيز وابراهيم حسن، وابراهيم حسن راح نايم في الارض، راح الحكم جاري اسمه باتا الحكم. باتا راح جاري طلع كارت اول كوره يعني اول كوره مشتركه بين الاثنين لعيبه دول، اول كوره راح جاري رافع كارت. وطبعا بس القرار ده اعتقد يعني قرار صعب قوي ان الكوتش ياخده منفردا يا كابتن فاروق. بص يا كابتن، انا حضرت وانا لعيب وانا مدرب اما الزمالك بيلعب ناقص. يعني حضرت ماتش 4-2، الناس بتقول الاهلي كسب 4-2 الزمالك، لكن كنا بنلعب 10 لعيب. طرد ممدوح مصباح. ايوه. الاهلي لما كسب الزمالك 3-1 ايام 93 كان معايا مستر مكاي. كان اطرد نبيل محمود. بالظبط. فالتاريخ بقى معلق معايا ان انا حضرته وانا لعيب وانا مدرب. يعني برضو هو التاريخ معلق مع كابتن فاروق، فقال لك لمها بدري بقى. انما هو وقتها القانون كان اتعدل وقال اي عنف من الخلف وضرب اللي طرد على طول كارت احمر، وده كان اول مره يعني الناس تشوف هذا الكلام. بالظبط. هستاذنك سريعا لانه اللي حصل من انسحاب في الواقعه الاخيره ديت والقمه الملغاه قمه الاتوبيس زي ما عرفت اعلاميا كان ليها صدى اعلامي عالمي. الحقيقه احنا كمصريين مفروض نخجل منه شويه. اس الاسبانيه قالت انه اوضاع الكره في مصر بقت حاله سرياليه مش ممكن اللي بيحصل فيها على الاطلاق. موقع شنوا نت الصيني سلط الضوء على اللي حصل واتكلم على ازاي ده بيحصل في القاهره. موقع الصريح التونسي ابرز انسحاب الزمالك من القمه ونشر تقرير بعنوان تطورات كبيرة، الزمالك لم يحضر مواجهة الأهلي اليوم خوفا من الترجي، وظفها لصالحه. صحيفة كيك أوف الجنوب أفريقية طبعا مهتمة علشان صن داونز هيلاعب الأهلي، أبرزت انسحاب الزمالك وتخوفه من مواجهة الأهلي. حتى كبار الكتاب، ألاقي الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين السابق كاتب في أخبار القانون أو الفوضى، وبيقول إن لم يكن تطبيق القانون في مثل هذه الظروف واللي حاصل في الكرة المصرية والسمعة اللي بقت عجيبة جدا في الخارج، احنا كده بين خيارين، القانون او الفوضى. وده اللي اتفق معاه الدكتور أسامة الغزالي حرب في الأهرام، وقال لو مرت المرة دي من دون عقوبات كافية ورادعة يبقى لا، احنا مش في وضع طبيعي بالمرة. لكن التزام النادي الأهلي وانضباط النادي الأهلي اللي كان مثار احترام الجميع دفع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ حمدي رزق في الأخبار يكتب مقالته بالأمس بيبو بيبو بيبو، مشيدا بموقف رئيس النادي الأهلي، وبيقول أنه ما أحوج الساحة الرياضية حاليا للحالة العقلانية جدا ولما يفعله الكابتن محمود الخطيب ولكل الأصوات العاقلة علشان تقدر تسيطر على أوضاع الرياضة والكرة في مصر. لخص كل اللي احنا عايزينه، عايزين اصوات عاقله الفتره الجايه، عايزين نشيع التنافس الشريف، نعلي ونرسخ للقيم والسلوكيات الرياضيه، الرياضه ان تبذل غايه الجهد، ان تنتصر على نفسك، ان تنتصر على الخصم، الا تفوز بغرور والا تهزم بانكسار، انك انت ما تحفلش عمال على بطال، ما يبقاش الهدف التحفيل من المباراه الرياضيه. خلينا نرتقي شويه عشان الناس والله تشوفنا بحجمنا الحقيقي التي تستحق مصر، وعشان الاجيال القادمه استاذ ابراهيم تلاقي حاجه عدله تتاسى بيها، والا احنا رايحين في سكه خطر جدا في الاجيال القادمه. فعلا. ولو استعرضنا المزيد من ردات الفعل الاعلاميه العالميه لشعرنا بالخجل اكثر. زي ما يمكن ان نشعر بالفخر لمواقف النادي الاهلي وتصرفاته.
دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.